بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة بداية وانطلاقة الأسبوع التاسع من عمر الدوري العام المصري. النادي الأهلي في واحدة من المباريات الكلاسيكية عبر تاريخ كرة القدم المصرية، النادي الأهلي سيلاقي نادي الإسماعيلي في استاد الماكس في تمام الساعة 7:30. كل يعلم أن النهاردة المباراة السابعة للنادي الأهلي، ولكنه الأسبوع التاسع الأهلي تأجلت له مباراتين، مباراة ضد نادي الزمالك ومباراة ضد النادي المصري خلال الأسابيع السابقة، ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو البطل، يظل دائما النادي الأهلي هو متصدر جدول ترتيب الدوري العام المصري حتى أسبوعه التاسع. ومع بداية هذا الأسبوع مباراة هامة جدا ومباراة صعبة جدا، زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي ان هي من المباريات الكلاسيكيه في كره القدم المصريه. النادي الاسماعيلي النهارده زي ما حضراتكم عارفين خلال الثلاث اربع مباريات السابقه حصل له بعض الامور واقال جهازه الفني. دلوقتي كابتن ادهم السلحدار مديرا فنيا، ومعايا كابتن محمد محسن ابو جريشه، ومعايا مجموعه اللاعبين اللي متواجدين داخل النادي الاسماعيلي. من النادي الاهلي سبع مباريات لعبهم النادي الاهلي حتى او ست مباريات لعبهم من النادي الاهلي حتى هذه المباراه، النهارده هتكون المباراه السابعه، جمع منهم 18 نقطه، ولكن تظل دائما مباراه النادي الاسماعيلي واحده من المباريات الصعبه مهما كان حال النادي الاسماعيلي ومهما كان حال النادي الاهلي. كلام كتير جدا، وانا اتكلمت مع حضراتكم في ملعب الاهلي امبارح ان هناك نوع من انواع التنويم المغناطيسي لجمهور النادي الاهلي، ان الكل بيقول لك ايه مبروك عليكم انتوا كسبتوا الدوري والكلام اللي حضراتكم سامعينه ده. كرة القدم لا تعترف بمثل هذا الكلام، كرة القدم تعترف بان انت تكسب مباراة داخل ارض الملعب وفي نهاية الدوري يكون فارق النقاط اقل من او اكتر انا اسف من عدد المباريات المتبقية. في الحالة دي فقط بس النادي الاهلي بيعلن ان هو او بيعلن ان هو فاز بالدوري العام المصري، ولكن كل ما يدور خلال هذه الايام زي ما قلت لكم هي حملة ممنهجة للتنويم المغناطيسي لكل جمهور النادي الأهلي، وبالتالي لعيبة النادي الأهلي دائما بيتأثروا بالجمهور، وبالتالي يكون هناك تنويم مغناطيسي للاعبين، ولكن يظل دائما النادي الأهلي بطل، وكل لاعبي النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي عارفين كويس جدا جدا كل ما يحدث حواليهم من أي نوع من أنواع التنويم المغناطيسي. خلينا بقى نرجع للمباراة مرة تانية، وكعادتنا هنا في ملعب الأهلي نوري لحضراتكم وصول لاعبي النادي الأهلي إلى استاد الماكس. زي ما قلت لكم في واحدة من المباريات الصعبة والمحطات الصعبة اللي بيعدي عليها النادي الأهلي طوال الدوري العام المصري. مين اللي هيلعب النهاردة في ظل الإصابات والغيابات الكثيرة اللي موجودة داخل النادي الأهلي، ولكن كل لاعبي النادي الأهلي موجودين، وكل لاعبي النادي الأهلي أي واحد في الـ30 اسم اللي موجودين ومقيدين مع النادي الأهلي يستطيع أن هو يمثل النادي الأهلي خير تمثيل. وبالتالي عندنا مجموعة من الإصابات، عندنا مجموعة من الغيابات، ولكن إن شاء الله إن شاء الله اللي متواجدين يقدروا يسدوا الفراغ إذا كان هناك فراغ من اللاعبين المصابين. زي ما حضراتكم شايفين الوصول إلى ملعب استاد الماكس، وصول حالا لكل لاعبي النادي الاهلي. ريني فايلر امام حضراتكم، ومن قبله كان كابتن سيد عبد الحفيظ وبقيه اللاعبين الى ملعب المباراه وغرف خلع وتغيير الملابس. استاد رائع الحقيقه استاد الماكس، ولكن بقى لنا فتره طويله ما لعبناش على استاد الماكس، ما عندناش مشكله ان شاء الله النهارده كل الناس مستنيه النادي الاهلي وكل الناس مستنيه لاعبي النادي الاهلي، وهنقول لحضراتكم ايضا ايه اللي بيحصل في المباراه من خلال مراسلنا فاروق صلاح. اول ما يستعد على طول هيقول لنا ماذا يحدث في ارض الملعب. وليد ازارو، حسام عاشور، حسين الشحات، بقيه اللاعبين وتواجدهم في ارض ملعب استاد الماكس. هنجيب لحضراتكم كل ما يخص المباراة أو الساعة اللي ما قبل المباراة. فاروق صلاح هيكون معنا بعد قليل أول ما يستعد، لأن هم لسه واصلين حالا. أول ما يستعد الحقيقة فاروق صلاح هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل كل الكواليس وما يحدث قبل مباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. خلينا بقى ننتقل إلى جرافيك هذه المباراة. دوري العام المصري موسم 2019-2020
النهاردة الخميس 19 ديسمبر 2019 نادي الإسماعيلي ضد النادي الأهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هي مباراة النادي الإسماعيلي. إن شاء الله بكرة الجمعة الساعة 2:30 في مباراتين، أسوان هيلاعب الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع، وأيضا حرس الحدود سيلاقي المقاولون العرب أيضا في الأسبوع التاسع. أما في الساعة الخامسة أيضا هناك مباراتين، الاتحاد السكندري اللي عامل طفرة كبيرة جدا جدا مع جهازه الفني كابتن طلعت يوسف ومع رئيسه الحاج محمد مصلحي، هيلاعب نادي مصر وفي تمام الساعة الخامسة، ومصر المقصة اللي مع الكابتن ميدو الحقيقة في آخر ثلاث مباريات هزيمة في آخر ثلاث مباريات، ولكن تجديد الثقة من اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي لأحمد حسام ميدو سيلاقي نادي طنطا أيضا في الأسبوع التاسع. إذن أربع مباريات، مباراتين الساعة 2:30 ومباراتين الساعة 5. أما المباراة الأخيرة يوم الجمعة هتكون في تمام الساعة 7:30، نادي الزمالك سيلاقي نادي سموحة، نادي الزمالك بعد هزيمته الأخيرة أمام طلائع الجيش، وسموحة هيلعب ضد نادي الزمالك بعد فوزه على أسوان في مباراته الأخيرة. بقية مباريات الأسبوع التاسع هتبقى يوم السبت 21 ديسمبر، الجونة بعد هزيمته لنادي بيراميدز وإقالة المدير الفني لنادي بيراميدز بعد الهزيمة من الجونة 3-2، نادي الجونة سيلاقي طلائع الجيش في تمام الساعة 2:30 يوم السبت 21 ديسمبر. أيضا في تمام الساعة الخامسة وادي دجلة اللي حقق واحدة من مفاجآت الأسبوع الثامن بفوزه على نادي المقاولون العرب سيلاقي إمبي أيضا واحد من اللي حقق المفاجآت بفوزه على النادي المصري في مباراته الأخيرة في الأسبوع الثامن. هنشوف إن شاء الله مباراة كويسة ما بين الفريقين. أما آخر المباريات هتبقى في هذا اليوم، هتبقى المصري البورسعيدي سيلاقي نادي بيراميدز، الجريحين الحقيقة سواء المصري البورسعيدي أو نادي بيراميدز. نادي بيراميدز دلوقتي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز. هذه المباراة ستكون الساعة 7:30 يوم السبت 21 ديسمبر. جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباريات الأسبوع التاسع، نادي الأهلي في المركز الأول لعب 6 مباريات، فاز في الست مباريات، له 18 هدف كأفضل خط هجوم وعليه هدف وحيد كأفضل خط دفاع، عنده من النقاط 18 نقطة. نادي الاتحاد السكندري في المركز الثاني ولكن من 8 مباريات، فاز في 5، تعادل في مباراتين، هزم في مباراة وحيدة، له 10 أهداف عليه 4 أهداف ويملك من النقاط 17 نقطة. نادي المقاولين العرب لعب أيضا 8 مباريات، فاز في 5، تعادل في 1، هزم في مباراتين، له 10 أهداف عليه 6 أهداف، عنده 16 نقطة. المركز الرابع نادي الزمالك في المركز الرابع لعب 7 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراة، هزم في مباراتين، عنده 10 أهداف عليه 7 أهداف، يملك من النقاط 13 نقطة. ثم نادي سموحة والإسماعيلي وبيراميدز، ده بقى الترتيب لغاية آخر فريق في الدوري العام المصري أو آخر ثلاث فرق. الجونة في المركز الـ 16 من 8 مباريات، وادي دجلة في المركز الـ 17 من 8 مباريات، أسوان أيضا في المركز الأخير ولكن من 7 مباريات. طيب خلينا نروح لزميلنا زي ما قلت لحضراتكم فاروق صلاح من أرض الملعب من استاد الماكس. خلينا نروح لفاروق صلاح يقول لنا ماذا يحدث وإذا كان مع التشكيل الرسمي لهذه المباراة ولا لسه. تفضل يا فاروق. في كل مكان ومشاهدي ومتابعي برنامج ملعب الأهلي من هنا من استاد الماكس، الاسبوع التاسع للدوري المصري، مواجهه قويه جدا ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي هنا على ملعب استاد الماكس. لما انت عارف يا كابتن اسلام، حاله من الجاهزيه، حاله من التركيز العالي من جانب لاعبي النادي الاهلي والاستعداد لهذا اللقاء لمواصله واستكمال المشوار للحفاظ على درع الدوري والبطوله رقم 42 بمشيئه الله للنادي الاهلي. النهارده يوم فريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام، الفريق تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8
والنصف صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30 ظهرا، ثم المحاضرة الفنية كانت في تمام الساعة 5:30. خلال المحاضرة الفنية المستر ريني فايلر قدر انه يتكلم مع اللاعبين ويحفز اللاعبين من اجل ضرورة استكمال المشوار وتحقيق الانتصار على فريق الاسماعيلي. طبعا بروفة قوية جدا للنادي الاهلي قبل ما يجد في ايضا فريق الاتحاد والمشوار الافريقي. حالة من الجاهزية كابتن سعد عبد الحفيظ ايضا اثناء فترة وجبة الغداء تناول يعني جلس مع اللاعبين وحث اللاعبين على ضرورة تحقيق الانتصار. وطبعا حضرتك كابتن اسلام واحد من نجوم النادي الاهلي اللي يعني كان ليه بصمات في لقاءات الاهلي والاسماعيلي وعارف اهميه هذه اللقاءات بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، كان هناك بعض الشكوك يا كابتن اسلام كان تم تداولها على حول مشاركه شريف اكرامي او محمد الشناوي، لكن انا باكد لك من خلال قناه النادي الاهلي حصريا لقناه النادي الاهلي محمد الشناوي ان شاء الله في حراسه مرمى النادي الاهلي ان شاء الله لهذا اللقاء. خلال لحظات هيتم اعلان التشكيل. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا كابتن اسلام، درجه حراره الجو هنا يعني 18 درجه، يعني جو اكثر من رائع. حاله الجاهزيه اللي عليها ملعب اللقاء ايضا ان شاء الله بتنبئ ان احنا نشوف مباراه قويه جدا. طاقم تحكيم اللقاء اللي تم اعلانه من قبل لجنه الحكام بقياده الكابتن محمود البنا وسمير جمال ووليد خيري ومحمد سلامه، دي كل الاجواء هنا كابتن اسلام. طبعا زي ما حضرتك عارف ايضا مصرح ب 15 فرد من جانب النادي الاهلي وايضا 15 من جانب فريق نادي الاسماعيلي لحضور هذا اللقاء. معاك كابتن اسلام لو في اي استفسار او اي معلومه انا مع حضرتك. اذا حتى الان لم يخرج التشكيل الرسمي للنادي الاهلي، ولكن من وجهه نظرك خصوصا بعد الحالات او حالات الاصابات الكثيره اللي حصلت خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، هل هناك تركيز من اللاعبين ولا ايه الاخبار عندك؟ طيب من الواضح ان هناك ديلي كبير جدا ما بيننا وما بين زميلنا فاروق صلاح، ولكن ما فيش مشكله نبقى نرجع لمره اخرى لزميلنا فاروق صلاح في وقت ان شاء الله اعلان التشكيل الرسمي لهذه المباراه. خلينا نكمل بقيه الجرافيك اللي عندنا النهارده. لو جاهز يا سمير اتفضل ولا لسه؟ اتفضل. طيب قائمه هدافي الدوري العام المصري، الهدافين للدوري العام المصري حتى اسبوعه التاسع او حتى بدايه الاسبوع التاسع: عبد الله السعيد نادي بيراميدز 7 اهداف، حسام حسن نادي سموحه 5 اهداف، محمد شريف نادي امبي 5 اهداف، رمضان صبحي النادي الاهلي 4 اهداف، وليد سليمان النادي الاهلي 4 اهداف، اومد اوكري نادي اسوان 4 اهداف، المقاولين العرب محمد سالم 4 اهداف، عمرو الحلواني من حرس الحدود 4 اهداف، حسين الشحات النادي الاهلي 3 اهداف، وناصر ماهر نادي سموحه 3 اهداف. دول اول 10 هدافين للدوري العام المصري حتى اسبوعه التاسع او قبل انطلاق الاسبوع التاسع. طيب تاريخ المواجهات، الحقيقه مواجهات كبيره زي ما قلت لحضراتكم، واحده من مباريات الكلاسيكيه في الدوري العام المصري الاهلي والاسماعيلي. النهارده زي ما حضراتكم شايفين من تاريخ المواجهات 115 مباراه ما بين الناديين الكبيرين. نادي الأهلي لعب 115 مباراة ضد النادي الإسماعيلي، فاز الأهلي 59 مباراة وتعادل في 34 مباراة وهزم النادي الأهلي في 22 مباراة. أما أهداف النادي الأهلي 168 هدف و94 هدف استقبلتهم شباك النادي الأهلي. الهداف التاريخي للنادي الأهلي في هذه المباريات كابتن احمد مكاوي نجم الكبير والنجم الاسطوري لنادي الاهلي. بعض الارقام في المواجهات ما بين الكبيرين الاهلي والاسماعيلي، اول مباراه ما بين الفريقين بصوا حضراتكم 19 نوفمبر 1948، وانتهت هذه المباراه بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. أما آخر المباريات كانت يوم 22 مايو 2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين. أول هدف أحرزه النجم الكبير الأسطوري أحمد مكاوي، وأيضا آخر الأهداف أحرزه وليد أزارو. أما أهداف النادي الإسماعيلي أيضا أحد نجوم النادي الإسماعيلي كابتن علي عمر، وأحرز آخر أهدافه كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي في ذلك الوقت ولاعب نادي الزمالك الحالي.
أكبر فوز للنادي الأهلي على النادي الإسماعيلي 8-0 كانت في موسم 57-58. طيب الموقف في الدوري العام المصري حتى هذه المباراة، 6 مباريات لعبهم النادي الأهلي فاز في 6 مباريات، سجل 18 هدف، استقبلت شباكه هدف وحيد، عنده 18 نقطة في المركز الأول. أما النادي الإسماعيلي لعب 8 مباريات، فاز في 4، تعادل في مباراة، خسر في 3، سجل 6 أهداف، دخل مرمى 7 أهداف، 13 نقطة في المركز السادس. النادي الأهلي أحرز 18 هدف مقسمة على 90 دقيقة كالتالي: 3 أهداف في أول ربع ساعة، 2 في تاني ربع ساعة، 1 في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني النادي الأهلي بيحرز 4 أهداف، ثم 3 أهداف في ربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة. وكعادة أو كالنادي الأهلي دائما في الثواني الأخيرة في الربع ساعة الأخيرة بيحرز 5 أهداف كأعلى معدل تهديفي بيحرزه النادي الأهلي في 18 مباراة. توقيتات دخول أهداف في مرمى النادي الأهلي: النادي الأهلي دخل مرمى هدف وحيد في ربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة. نروح للنادي الإسماعيلي، أحرز 6 أهداف مقسمة كالتالي: هدف في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط الأول، هدف في الربع ساعة الثالثة أو الأخيرة من الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني هدف أيضا وحيد يقدر يحرزه النادي الإسماعيلي، هدف أيضا وحيد في الربع ساعة قبل الأخيرة، وهدفين في آخر ربع ساعة. 7 أهداف استقبلتهم شباك النادي الإسماعيلي في الربع ساعة الثانية، 2، الربع ساعة الثالثة 2 أيضا، مع بداية الشوط الثاني هدف وحيد، وآخر ربع ساعة 2. آخر حاجة معانا النهاردة، إن شاء الله الأهلي سيلاقي النادي الاتحاد السكندري اللي عامل طفرة كبيرة في الأسبوع العاشر يوم الاثنين 23 ديسمبر في تمام الساعة 7. أما المباراة القادمة للنادي الإسماعيلي، النادي الإسماعيلي سيلاقي المقاولون العرب في تمام أيضا الساعة 5 يوم الاثنين 23 ديسمبر في الأسبوع العاشر. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا ولكن هنشوف أهم نقاط الضعف والقوة في النادي الإسماعيلي من خلال محللنا الثابت دكتور أحمد ثابت بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي في هذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. دكتور احمد، اولا خلينا نعرف اهم نقاط الضعف والقوه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي قبل ما نتكلم عن اي مقارنات. تمام. الاول الاسماعيلي يعني بيمر في البدايه كان مع المدرب الصربي، بعدين تولى كابتن ادهم السلحدار، ده واحد من ابناء يعني الاسماعيلي في الجيل الذهبي، حصل على بطوله الدوري سنه 90 مع النادي الاسماعيلي، وحصل على كاس مصر سنه 97، بعد كده راح الترسانه، بعد كده المعادن، ده يمكن مسيرته عشان الناس برضو تكون عارفاه كلاعب. بعد كده في كمدرب تولى نادي المعادن، بعد كده راح الاتحاد الليبي كمدرب عام، اخذ معاهم الدوري واخذ الكاس، ووصل نص نهائي الكونفدراليه مع الاتحاد الليبي، دي يمكن اول مره في تاريخ النادي الاتحاد الليبي يعني. بعد كده تولى فريق الشباب في فريق الشباب السعودي، وبعد كده نادي الصفا السعودي كمدرب، بعد كده نادي الحمام ده الدرجه في الدرجه الثانيه في مصر، بعد كده تولى اداره النادي الاسماعيلي في مهمه مؤقته. يمكن ابرز نقاط قوه الاسماعيلي طبعا الثلاثي الامامي. النهارده الثلاثي الامامي بيمتازوا بالسرعات، بالمهاره، بالحلول الفرديه الكبيره، سواء عبد الرحمن مجدي اللي هو بيلعب بالجناح، يعني التشكيله المتوقعه بتاعتهم اللي هي 4-3-3. ممكن تقول لنا التشكيله المتوقعه حتى هذه اللحظه للنادي الاسماعيلي؟ يعني بنسبه 99% ممكن يحصل اختلاف واحد بس هنقول عليه، يمكن في حراسه المرمى محمد مجدي، الاثنين المساكين محمد هاشم وباهر المحمدي، الباك اليمين احمد ايمن بيرجع النهارده من الاصابه، محمود البدري ده باك ليفت، الثلاثة الارتكاز محمود دونجا لاعب نادي الزمالك السابق، وهمام طارق اللي بيتحول كصانع العاب،
ومحمد بيومي. الاختلاف الوحيد هنا ان ممكن يدخل عماد حمدي لخبراته عن محمد بيومي، فممكن يدخل عماد حمدي مكان محمد بيومي. دي النقطه الوحيده اللي ممكن يحصل فيها اختلاف في تشكيل الاسماعيلي، لكن بقيه التشكيل واضحه. عندك الثلاثه اللي قدام دول برده مفيش خلاف عليهم، سواء عبد الرحمن مجدي، سواء بيكيتي، او قدام محمد الشامي. شلونجو ممكن يكون ورا رابحه في الشوط الثاني يستخدمه، ولكن الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام، نقاط القوه الاربعه اللي قدام، سرعات عبد الرحمن مجدي ممتاز جدا بالاختراق من العمق والتسديد، بيكيتي لعيب من غينيا بيساو شفناه في كاس الامم الافريقيه لعيب مهاري ما كانش بيبدا، ولما بدا يديله كابتن ادهم الاستحضار في الفتره الاخيره شفنا ان هو لعيب مهاري قوي، كورته حلوه. قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يدينا التشكيله الرسمي للنادي الاهلي ولنادي الاسماعيلي لو كان معايا. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك مره ثانيه يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام، ضيوف ملعب النادي الاهلي شيخ المدربين طبعا الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تم اعلان التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. حراسه المرمى النادي الاهلي لهذا اللقاء محمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين رامي ربيعه وايمن اشرف، في اليمين محمد هاني، في الشمال علي معلول، اثنين في دايره المنتصف اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، قدامهم الثلاثي احمد الشيخ، حسين الشحات وجونيور اجاي، ورأس حربة هو مروان محسن. على الجانب الآخر أيضا فريق نادي الإسماعيلي أعلن تشكيله لهذا اللقاء. في حراسة المرمى محمد مجدي، قدامه قلبي دفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، على اليمين أحمد أيمن، في الشمال محمود البدري، منتصف الملعب محمود دونجا ومحمد مخلوف، قدامهم ثلاثة بكيتي سيلفا وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، ورأس الحربة طارق همام. زي ما قلت لك كابتن إسلام ده تشكيل للنادي الأهلي وتشكيل فريق الإسماعيلي. أقول لحضرتك احتياطي فريق النادي الأهلي لهذا اللقاء: شريف إكرامي، وليد أزارو، وليد سليمان، سعد الدين سمير، محمود وحيد، حسام عاشور، و جيرالدو. من الامور اللي حريص عليها ايضا يا كابتن اسلام اللي ننوه عليها من خلال قناه النادي الاهلي، حاله التركيز اللي عند الجهاز الفني، عدم الانشغال بنتائج المنافسين او نتائج الفرق الاخرى. الجهاز الفني كان حريص على مواصله الانتصارات دون النظر الى نتائج او ترتيب المنافسين. ده كل اللي كان لدينا كابتن اسلام في هذا قبل انطلاق هذا اللقاء من هنا من استاد الماكس. هنكون مستمرين مع حضرتك كابتن اسلام على بعد ان شاء الله هذا اللقاء، ونتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي واحراز الثلاث نقاط. معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار من حضرتك او ضيوف ملعب النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا فاروق، ولكن هل في حد بره التشكيل ولا لا؟ معانا فاروق ولا خلاص يا شباب؟ معايا. طب اتفضل يا فاروق قول لنا لو في حد الاسماء اللي بره التشكيله الرسميه. يعني كده مصطفى شوبير اعتقد. نعم يا كابتن اسلام. مين اللي خارج التشكيل؟ محمود متولي ومصطفى شوبير، مظبوط؟ مصطفى شوبير خارج التشكيل و محمود متولي. مصطفى شوبير و يعني تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمة ال 18 ومحمود متولي، يعني الاثنين اللي خارج قائمة ال 18 لهذا اللقاء محمود متولي ومصطفى شوبير. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، ولو في أي جديد احنا معاك على الهواء مباشرة دائما. ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لو نقوله لحضراتكم مرة أخرى: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، أيمن أشرف ورامي ربيعة اثنين قلوب دفاع، ثم اليو ديانج ومحمد مجدي قفشة اثنين في وسط الملعب، على اليمين أحمد الشيخ، على الشمال أو على اليمين بقى خلينا نقول الثلاثي وهم هنشوفهم في الملعب هيبقوا واقفين ازاي: احمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور اجايه، وفي الامام مروان محسن، راس حربه وحيد في النادي الاهلي. اما التشكيله الرسميه للنادي الاسماعيلي: محمد مجدي في حراسه المرمى، احمد ايمن باك يمين، محمود البدري باك شمال، محمد هاشم وباهر المحمدي اثنين قلوب دفاع، دونجا ومخلوف اثنين في وسط الملعب، عبد الرحمن مجدي وهمام طارق وبيكيتي ثلاثي، من امامهم محمد الشامي كراس حربه وحيد. ده التشكيله الرسميه سواء للنادي الاهلي او للنادي الاسماعيلي. ولما تخلص معانا برضو جرافيك يا سمير حطها لنا على
الشاشه. اتفضل يا دكتور. يمكن تشكيله النادي الاسماعيلي يمكن نفس التشكيله باستثناء محمد مخلوف هو اللي دخل كارتكاس ثالث، بيلعبوا 4-3-3. خطوره الاسماعيلي هتبقى في همام طارق اللي هو اللاعب رقم 10، واحد من احسن اللعيبه، بصير لعيب عنده الرؤيه، هو اللي بيحول طريقه اللعب بتاعه الاسماعيلي من 4-3-3 ل 4-2-3-1. لعيب خطير جدا في تحركاته في العمق، دايما بيقطع محمد الشامي من اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف، عنده نفس ميزه جونيور اجاي، وهمام طارق هو اللي بيقطع في العمق نفس الشكل ده كده، محمد الشام بيتحرك على الطرف وهمام طارق بيقطع في العمق. عبد الرحمن مجدي خطورته ان هو دايما بيبقى عايز يدخل لجوه ودايما عايز يشوط. بكيتي من اللعيبه اللي عندها قدره على المراوغه، النهارده محمد هاني عنده مباراه صعبه قدام لعيب زي بكيتي، لعيب عنده مراوغات ناجحه كتير جدا، واحد من اعلى اللعيبه كانت في بطوله كاس الامم في المراوغات الناجحه. اذا الاربعه اللي قدام دول نقطه قوه واضحه للاسماعيلي. الطريقه في الحاله الدفاعيه بتتحول ل 4-3-3 بالشكل ده بعوده همام طارق كارتكاز ثالث معاهم مع محمد مخلوف ومع دونجا، لكن في الحاله الهجوميه هتلاقيها بتتحول ل 4-2-3-1. ومعانا حتى بالصور لو جبنا التنظيم الهجومي او الحلقه التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي هنبص نلاقي الاربعه اللي قدام يعني نفس الشكل ده، هنبص نلاقي ان اللعيب اللي هو همام طارق هو اللي بيقطع للعمق، لعيب مميز جدا همام طارق، واحد من احسن اللعيبه اللي عندها رؤيه، بصير عنده بيوصل محمد الشامي، لكن محمد الشامي لعيب هنلاقيه بيتحرك بياخد المدافعين معاه وبيفضي مساحات في ظهر المدافعين بتوع النادي الاهلي. يبقى اذا يجب ان يكون هناك حذر من خط دفاعنا لهمام طارق لما يقطع لوسط للعمق او للعمق علشان طبعا ياخد الكرات اللي خلف طبعا محمد الشامي. الحاجه دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه الحذر من عبد الرحمن مجدي ناحيه علي معلول. عبد الرحمن مجدي مميز بالتصويب والدخول للعمق، النهارده انت يعتبر بتلعب بارتكاز واحد اللي هو اليو ديانج. فاليو ديانج كارتكاز واحد لازم مهم جدا التحيب عليه شغل كبير جدا. اليو ديانج مباراه هتبقى يعني هتبقى صعبه جدا على اليو ديانج ان هو بيلعب ارتكاز واحد. يعني طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي النهارده اقرب الى 4-1-4-1 او 4-1-3-2 على حسب اللي احنا هنشوف دور جونيور اجايه. هل جونيور اجايه هيبقى مهاجم ثاني والطريقه هتبقى 4-1-3-2 اللي هي طريقه 4-4-2 دايموند، ولا هتبقى ال 4-1-4-1 بوجود جونيور اجايه زي المباراه الاخيره كجناح شمال، ولا 4-2-3-1 بوجود مجدي قفشه بوجود كارتكاز ثالث كارتكاز ثاني جنب اليو ديانج. فدي برضو كذا يعني ليها كذا طريقه النادي الاهلي، لكن في الغالب هيبقى اليو ديانج طبعا هيبقى عليه مهمه كبيره جدا ان انت عندك عبد الرحمن مجدي وعندك بكيتي وعندك محمد الشامي وعندك همام طارق، حته العمق دي لازم تكون مقفوله بشكل مميز جدا. دي نقطه يعني خطوره النادي الاسماعيلي. نقاط ضعف النادي الاسماعيلي، انت بتتكلم الكرات العرضيه عندهم مشاكل كبيره جدا، محمد هاشم وباهر المحمدي في التمركز في الكرات العرضيه سيئين جدا في التمركز في الكرات العرضيه. الباكات بتاعت النادي الاسماعيلي يعني احمد ايمن ومحمود البدري الاثنين تقدر ان انت ثغرات دفاعيه واضحه سواء الباك اليمين او الباك الشمال، يقدر النهارده اللي هيلعب على الاطراف سواء لعب احمد الشيخ طبعا ناحيه اليمين، يعني احمد الشيخ هيلعب على محمود البدري اللي هو الباك ليفت، والناحيه الثانيه سواء بدا اجاي او بدا الشحات ناحيه الشمال، دي نقاط ضعف واضحه تقدر ان انت تستغلها على الاطراف. يعني نقاط ضعف الاسماعيلي التمركز في الكرات العرضيه رقم واحد، رقم اثنين الظاهرين ضعيفين جدا في التمركز في التغطيه العكسيه والتمركز الدفاعي. الحاجه الثانيه برضو لعيب زي دونجا، دونجا اللي هو رقم 6 اللي هو الارتكاز الدفاعي بتاع النادي الاسماعيلي، ده اصلا لعيب هجومي ارتكاز بوكس تو بوكس اكتر منه لعيب قطع كرات. أيوة. وبالتالي بيبقى في مساحات في ظهره كبيره جدا. النهارده دور محمد مجدي قفشه ممكن النهارده يكون دوره اهم لاعب في الماتش، تحديدا دور محمد مجدي قفشه في المساحات اللي ورا دونجا اللي هي في الزون 14 المنطقه رقم 14 اللي هي الحته دي تحديدا في المساحات اللي ورا دونجا. دونجا دايما بيسرح، عنده اخطاء دايما ان هو بيزيد، ان هو لعيب طبعه هجومي اكتر، بيديك التمرير الطولي. يعني في مباراه الاسماعيلي والاتحاد اللي هي الاتحاد كسب فيها 4 كانت مشكله الاسماعيلي في النقطه دي في الزون 14، كابتن طلعت يوسف مدرب الاتحاد لعب عليها، لعب باكتر من لاعب في الحته دي وكانت كل الاجوان من المنطقه دي. فتحديدا ان دونجا ما بياخدش الكره الثانيه في الاسماعيلي، وبالتالي تقدر ان محمد مجدي قفشه النهارده وحسين الشحات لو لعبوا في المنطقه دي تحديدا محمد مجدي قفشه يقدر ان هو يستغل الثغره الاهم في النادي الاسماعيلي. اذا هناك ثغره واحده واضحه جدا ما بين خط وسط النادي الاسماعيلي وخط الدفاع والمساحات اللي ورا الظهير الايمن والظهير الايسر، والكرات العرضيه في التمركز لمحمد هاشم وباهر المحمدي ضعيفين جدا فيها. برضو من ضمن نقاط القوه في الاسماعيلي الضربات الثابته. الضربات الثابته يمكن لو بصينا ازاي هم سجلوا اهداف مع كابتن ادهم السلحدار، خلينا نروح للجرافيك اللي واضح لهذه الاشياء بالارقام لهذه الكرات كيف سجل النادي الاسماعيلي اهدافه في اخر ثلاث ماتشات مع كابتن ادهم السلحدار تحديدا. هنلاقي ان هدف منهم اختراق من الجبهه اليسرى وعرضيه داخل منطقه الجزاء
سجلها، ادي اول هدف اهو. ده بص اللي بقول لحضرتك عليه، اللي هو تحركات همام طارق. همام طارق على الورق اصلا ارتكاز ثالث، لكن في الحاله الهجوميه بيدخل للعمق. اللي معاه الكره هناك اللي بيرفع ده محمد الشامي، بيتحرك على الاطراف، همام طارق بيقطع. ولو بصينا هنلاقي مين اللي جاي من ورا؟ عبد الرحمن مجدي. فدي ده اول هدف. الهدف اللي بعده هنبص، ادي ده لما اترفعت همام طارق قطع في العمق وسجلها. تمام. الصوره اللي بعدها برضو دي هدف من ضربه ركنيه. زي ما قلت لحضرتك عندهم مميزين بالضربات الركنيه مع المدرب ده تحديدا اللي هو كابتن ادهم سلحدار، اسيست بالذات عبد الرحمن مجدي. أيوة. عبد الرحمن مجدي من احسن اللعيبه اللي بتعمل العرضيات في الضربات الركنيه والضربات الثابته، مميز جدا بلعبها. برضو الكره اللي بعدها هنلاقي ضربه ثابته ثانيه اتلعبت لهمام طارق. همام طارق لو بصينا في الثلاث اهداف دول مسجل هدف وعامل اسيست من ثلاث اهداف، عامل مشترك دائم في الاهداف مع كابتن ادهم السلحدار. لو بصينا برضو على الصوره اللي بعدها اهي، دي بص حضرتك، بص الرؤيه بتاعه همام طارق. همام طارق بيدي التمرير الطولي لمحمد الشامي اللي بيقطع ما بين الباك وما بين السرد باك اهو في المساحه الفاضيه دي. اهي هتتلعب الصوره اللي بعدها، هنبص نلاقي الكره وصلت له. اذا دي نقطه مهمه جدا، تحركات محمد الشامي وتمريرات همام طارق. الصوره اللي بعدها برضو اهي، بص دي غالبا الوقفه اللي هتكون النهارده بكيتي مثلا لما هيبقى يرفع وقدامه محمد هاني، هنلاقي الزياده العدديه هم الثلاثه دول. همام طارق دي كانت خطر جدا، اتلعبت في ظهر رقم 22 الباك ليفت، وهمام طارق دخل، همام طارق لعب بس ما لحقهاش، دوبك طولت منه. اتفضل. فدي حاله هجوميه مهمه جدا، شكل التنظيم الهجومي للنادي الاسماعيلي. هيبقى قدامنا كده، انت عندك بكيتي ناحيه الشمال، همام طارق، الثلاثه اللي قدام دول تحديدا. وفي الحاله الدفاعيه هم 4-3-3، اتكلمنا على الثغرات اللي عندهم كتير تقدر ان انت تستغلها. يعني النهارده كمان ممكن يكون بادئ بمروان عشان يستغل نقطه الكرات العرضيه. الكرات العرضيه بالظبط، دي نقطه كده مهمه جدا. بادئ بمحمد مجدي قفشه مثلا وحسين الشحات في العمق، يقدروا يستغلوا نقطه المساحات اللي ورا دونجا. ولكن يعني احنا لسه مش عارفين حسين هيبقى في العمق ولا على الاطراف، ولا على الاطراف. هناك قد يكون هناك تحديدا محمد مجدي قفشه. بالظبط، تحديدا خلينا في محمد مجدي قفشه. ولكن نقطه النهارده يعني ممكن تكون اللي تمثل ازعاج شويه، هي اليو ديانج لوحده كارتكاز واحد قدام لعيبه مهاريه، عبد الرحمن مجدي قدام بكيتي قدام محمد الشامي قدام همام طارق، فلازم يكون في ارتكاز معاه يسانده. مش هينفع يلعب لوحده قدام السرعات الموجوده دي كلها. دي النقطه الوحيده اللي ممكن الاسماعيلي النهارده يتفوق فيها، حته الارتكاز. خلاص خلينا نروح اذا لمقارنه ما بين الاثنين المديرين الفنيين، سواء ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي او كابتن ادهم السلحدار المدير الفني للنادي الاسماعيلي. يمكن ريني فايلر مدرب السويسري تولى المهمه منذ 31 اغسطس 2019. كابتن ادهم السلحدار متولي المهمه 2 ديسمبر يعني الشهر ده 2019. المقارنه دي في الدوري، كابتن ادهم لعب 3 مباريات مع النادي الاسماعيلي، كسب 2 اتعادل 1. ريني فايلر فاز في 6 مباريات من الستة، ان لعيبه النادي الاهلي احرزوا 18 هدف على الستة، يعني معدل 3 اهداف في المباراه الواحده. دخلت شباك النادي الاهلي اقوى خط دفاع هدف واحد بس، 5 كلين شيت من 6. اما النادي الاسماعيلي احرزوا 3 اهداف في 3 مباريات بمعدل هدف واحد في المباراه الواحده، دخلت شباكهم طبعا ولا هدف حتى الان مع مدرب. اذا الاسماعيلي تحسن دفاعيا بالارقام مع كابتن ادهم السلحدار. ولكن ده بالارقام، ولكن بالحالات عندهم ثغرات كتير، دي اللي وضحتها في مباراه اف سي مصر الاخيره. اف سي مصر من الفرق اللي بتلعب كره كويسه، ولكن عندهم مشكله في الفينش. كانوا يقدروا يستغلوا الكرات دي ويتعادلوا مع النادي الاسماعيلي. طيب خلينا نروح لمقارنه ما بين همام طارق ومحمد مجدي قفشه. مفترض ان هم الاثنين صناع العاب سواء في النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي. صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا. همام طارق 23، الاثنين نفس السن 23 سنه. همام طارق لعب 8 مشاركات ب 720 دقيقة، أحرز هدف وصنع هدف في الثمان مشاركات. محمد مجدي قفشة لعب 6 مشاركات ب 495 دقيقة، أحرز هدف، صنع هدفين، تسبب في ركلة جزاء، يعني مساهم في 4 أهداف. أما همام طارق مساهم في هدفين، مع الاعتبار إن همام طارق لعب أكتر من قفشة مباراتين. تمام. نروح أيضا لمقارنة ما بين بكيتي وجونيور أجاي. بكيتي من غينيا بيساو وجونيور اجاي من نيجيريا، دول الافريقي هنا والافريقي هنا. 26 سنه بكيتي، جونيور اجاي 23 سنه. بكيتي لعب 5 مشاركات الموسم ده ما سجلش وما صنعش ولا هدف حتى الان، اما جونيور اجاي لعب 6 مشاركات ب 422 دقيقه، مسجل هدفين حتى الان مع النادي الاهلي في الدوري. دي الافريقي هنا والافريقي هنا. طيب خلينا بقى نروح لمقارنه ما بين حسين الشحات وعبد الرحمن مجدي. طبعا عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الاولمبي، رقم اللاعب 19، حسين الشحات رقم 14. السن حسين الشحات 27 سنه، عبد الرحمن مجدي 22 سنه. عدد المشاركات الموسم ده لحسين الشحات 6 مشاركات ب 436 دقيقه،
احرز 3 اهداف وصنع هدفين، يعني حسين الشحات مساهم في 5 اهداف. اما عبد الرحمن مجدي 8 مشاركات ب 653 دقيقه صنع هدفين، يعني مساهم في هدفين. عبد الرحمن مجدي مساهم في هدفين مع النادي الاسماعيلي ب2 اسيست اللي هم كانوا في اخر 3 مباريات، وحسين الشحات مساهم في 5 اهداف مع النادي الاهلي. ده يمكن مقارنه يعتبر ما بين الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا. خلينا نروح لعمرو السوليه ودونجا نشوف برضو اللاعب الوسط هنا. طبعا عمرو السوليه بيغيب عن المباراه، اليو ديانج هو اللي بيحل، ولكن عمرو السوليه لعب 6 مشاركات، هو كان الاساسي اللاعب الاساسي في النادي الاهلي في الست مباريات اللي فاتوا، احرز هدف وصنع هدف. اما دونجا لعب 8 مباريات الموسم ده 691 دقيقه ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف. يمكن مقارنه بين اللاعب الارتكاز هنا واللاعب الارتكاز هنا. 2 حراس مرمى سواء محمد الشناوي، ودي اخر مقارنه معانا. محمد الشناوي محمد مجدي، محمد الشناوي 30 سنه، محمد مجدي 24 سنه. عدد المشاركات الاثنين لعبوا 6 مشاركات. محمد مجدي ما لعبش اول مباراتين مع النادي الاسماعيلي، حافظ على نظافه شباكه، كلين شيت عند الشناوي 5، محمد مجدي 4 كلين شيت. استقبلت شباكه اهداف، محمد الشناوي دخل شباكه هدف واحد بس، محمد مجدي استقبل 4 اهداف في 6 مشاركات. تمام، اذا دي كانت اهم نقاط الضعف والقوه سواء في النادي الاسماعيلي وبعض المقارنات ما بين بعض اللاعبين للنادي الاسماعيلي وللنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله نتفرج على مباراه حلوه ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه باذن الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل طاقم التحكيم لهذه المباراه مع كابتن ايمن دجيش يقول لنا ايه عن طاقم التحكيم لهذه المباراه، كابتن محمود البنا، كابتن سمير جمال، كابتن هاني خيري، كابتن محمد سلامه. بعد هذا الفاصل كابتن ايمن دجيش ونتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ايمن دجيش. هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك كله تمام؟ قبل بس ما اروح للكابتن ايمن دجيش، هنوري حضراتكم وقت نزول اللاعبين الى ارض الملعب من استاد الماكس، هو معانا على الهواء مباشره نزول لاعبي النادي الاهلي للاحماء قبل مباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في واحده من المباريات الصعبه جدا للفريقين. كابتن ايمن، النهارده طاقم التحكيم، لو حضرتك تقول لنا طاقم التحكيم لهذه المباراه النهارده. النهارده طبعا محمود البنا حكم ساحه، معاه مساعد اول سمير جمال، مساعد ثاني هاني خيري، الحكم الرابع محمد سلامه ميدو. الحقيقه طبعا حكام طيب، يعني طبعا البنا طبعا حكم دولي موجود دايما في المباريات المهمه، سمير جمال من افضل المساعدين الموجودين في مصر. معهم هاني خيري مساعد متميز، يعني مفترض انه في القائمه الدوليه من بدري دايما بيلعب المباريات الكبيره كابتن اسلام، لكن في ظروف اللجان المتعاقبه ما كانش بيبقى ليه نصيب ان هو يبقى موجود في القائمه، ما عنديش خلفيه ليه بالظبط، لكن هو دايما بيأدي اداء متميز ربنا يكرمه النهارده، وباذن الله في الفتره اللي جايه يبقى ليه فرصه باذن الله في القائمه الدوليه لانه يستحق، يعني يكون حكم مساعد متميز وبيلعب وبياخد، واي لجنه بتيجي بتدي له المباراه المفترض ان هو يكون موجود في القائمه الدوليه باذن الله. طيب هنكمل فضلت كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع كابتن ايمن دجيش. أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي ضمن الجولة 9 لمسابقة الدوري الممتاز لمحمود البنا حكم للساحة، يعاونه سمير جمال مساعد أول، هاني خيري مساعد ثان، محمد سلامة حكم رابع. محمود البنا ظهر للمرة الأولى في الدوري الممتاز موسم 2012-2013، حصل على الشارة الدولية في 2014. أدار محمود البنا 100 ومباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أشار خلالها البطاقة الصفراء 390 مرة
البطاقة الحمراء 30 مرة احتسب 41 ضربة جزاء، بينما أدار 7 مباريات في مسابقة كأس مصر أشار خلالها البطاقة الصفراء 25 مرة، البطاقة الحمراء مرتين احتسب ضربتي جزاء. كما أدار 7 مباريات دولية بحسب موقع وورلد ريفيري الشهير أشهر خلالها البطاقة الصفراء 29 مرة، الحمراء مرة واحدة احتسب 3 ضربات جزاء. تاريخيا أدار محمود البنا 25 مباراة للنادي الأهلي، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين، أشار البطاقة الصفراء خلالها 35 مرة، الحمراء 3 مرات احتسب 5 ضربات جزاء. كان الظهور الأول لمحمود البنا مع الأهلي في مباراته أمام حرس الحدود في الجولة 14 من الدوري موسم 2012-2013 انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 لهدف. أما آخر ظهور لمحمود البنا في مباريات الأهلي أمام الداخلية في الجولة 23 من الدوري موسم 2018-2019 وانتهت بفوز شياطين الحمر بنتيجة 3-1. أما الإسماعيلي فأدار له 18 مباراة، حقق الدراويش الفوز في 6 مباريات وتعادل في 10 مباريات، خسر مبارتين، أشار البطاقة الصفراء 34 مرة، احتسب 4 ضربات جزاء. أدار محمود البنا مباراة واحدة جمعت بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة 18 من الدوري موسم 2016-2017 انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. اهلا بحضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير. كابتن ايمن، اهم ما يميز طاقم التحكيم لهذه المباراه النهارده سواء كابتن محمود البنا او كابتن سمير جمال او كابتن هاني خيري او حتى كابتن محمد سلامه حكم الرابع؟ طبعا طبعا حكام محطوط مباراه، طبعا مباراه الاهلي والاسماعيلي برده كابتن اسلام برده تعتبر مباراه قمه يعني طبعا. فطبعا الطاقم المحطوط طاقم عنده خبرات كبيره، عندهم خبرات كبيره في المباريات والمباريات الصعبه، اذا كان محمود البنا او سمير جمال او هاني خيري زي ما قلت لك، برغم ان هو مش مساعد دولي لكن هو عنده خبرات كتير لانه دايما بيلعب الماتشات القويه، وحط لهم حكم برضو بيلعب في الدوري الممتاز محمد سلامه، فطبعا عنده خبرات كبيره يعني. هو المهم يا كابتن اسلام النهارده المباراه يعني هيبقى فيه سرعه، اهم حاجه ان انت النهارده تركيز من طاقم التحكيم كله، الاهتمام يبقى في تعاون بينهم وبين بعض، اكيد اكيد قبل الماتش هم بيقعدوا مع بعض وبيبقى في تعاون، لان المباراه زي ما قلنا وبنكررها كابتن اسلام لعبه في المباراه في التحكيم بتفرق طبعا. يمكن البنا شفناها في الديربي بتاع المغرب، عمل الديربي بين الرجاء والوداد، ادى مباراه رائعه وكان قريب من كل كوره وخد بالك. فانا بتمنى من البنا ان 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 جميع مبارياته اللي هو بيلعبها اذا كانت فوق في الدوري الممتاز بره او جوه تبقى اللياقه البدنيه بمستوى واحد، يبقى قريب من كل كوره، دي الحته هو فنياته ما شاء الله كويسه. الكور العاليه بقول له بنا يعني كحته الكور الهوائيه شويه ياخد باله منها، حته ان انت ممكن تاخد قرار صح يا كابتن اسلام بس انت بعيد مش تبقى مقنع يعني. فاتمنى النهارده يبقى قريب من كل كوره، يبقى عنده تفاصيل كل الالعاب، ويتعاون معاه سمير جمال طبعا وهاني خيري، وهم الحقيقه مساعدين متميزين يعني باذن الله. تمام. طبعا زي ما حضرتك دايما بتقول لنا ان الكرات الداخل منطقه الجزاء هي الاختبار الحقيقي، الاختبار الحقيقي للحكم طبعا، لان انت الحكم النهارده كابتن اسلام حتى لو ان فاول مثلا في نص الملعب، كره رمي التماس في الحتت ديت، لكن دايما الحكم شغله بيبان وبتحكم على الحكم داخل منطقه الجزاء. هي دي مشكله التحكيم يا كابتن اسلام دايما في الالعاب اللي بتحدث داخل منطقه الجزاء، اذا كان فيها مخالفات خد بالك او فيها لمسات يد. ايوه. ودي يا كابتن اسلام بيبقى ليها عامل مهم جدا، اللي بيفرق في الالعاب اللي داخل منطقه الجزاء هي اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه وقرب الحكم. وجودك جنب الملعب. وجودك جنب اللعبه. وجودك جنب اللعبه دايما بتبقى مقنع للجميع. لكن مهما تكون انت بعيد وخدت قرار صح ما بقاش في اقناع كبير يعني. تمام. فاتمنى يبقى البنا يركز في الالعاب اللي داخل منطقه الجزاء، يبقى قريب من كل لعبه، يبقى عنده تفاصيل كل لعبه، وربنا يكرمهم باذن الله ويوفقهم يعني.
ان شاء الله. من وجهه نظرك ايه النقاط اللي لازم يشتغلوا عليها اكتر في المباراه دي؟ يعني الاوفسايد، الفاولات القريبه، الفاولات اكيد الدقيقة. اكيد اثنين مساعدين، لان العاب التسلل دي مهمه جدا في المباريات ديت، في مباراه بالذات، لان احيانا كانت تسلل المباراه دي، يعني لو رجعنا للتاريخ شويه، احيانا مباراه الاهلي والاسماعيلي دي احيانا ممكن بتخلص بلعبه، يعني انت ممكن طقم التحكيم كتير خلصت. يعني كان انا اتذكر ماتش، اخر ماتش يمكن لعبته كان ماتش الاهلي والاسماعيلي، خلص بهدف مثلا لوليد سليمان في الدقيقه مثلا 92 او 1، كانت لعبه، وكانت لعبه صعبه، فيها كان فيها يعني الحمد لله كان فيها توفيق من ربنا. فالمساعد هنا لازم يبقى عنده تركيز من اول المباراه لغايه لما المباراه تنتهي. كذلك الحكم، لان انت النهارده ممكن تادي، وقلناها كتير يا كابتن اسلام، ممكن تادي مباراه كبيره جدا ويجي قرار جوه منطقه الجزاء، او لعبه تسلل مش تسلل، هدف مش هدف. فالتركيز طوال ال 90 دقيقه واليقظه طوال ال 90 دقيقه، لان هي بتبقى مباراه سريعه. وكمان المباراه دي دايما يا كابتن اسلام بتبقى مباراه كوره، يعني المباراه دي دايما بتبقى في الملعب للحكام. لما كنا بنلعبها مباراه بالنسبه للتحكيم سهله، هي اللعبه دي يا كابتن اسلام، يمكن هي اللعبه دي كانت في نهايه المباراه، كنت انا موجود في الماتش. الهدف ده كان في الدقيقه مثلا 90 يا كابتن اسلام. فالنهارده انت كحكم مساعد تبقى مركز، اللعبه كانت صعبه شويه، الحمد لله كان توفيق ربنا يعني الحمد لله. فتركيز المساعد ممكن لعبه في دقيقه واحده كان في الوقت الضايع يا كابتن اسلام، بتفيده كتير. يعني في الالعاب لما تجيلك لعبه في اخر الماتش ما تحسسش ان الماتش خلص وتقف، ممكن يعدي منك لعبه او كده. فالحمد لله دي كانت لعبه، كان عبد الله السعيد بره وبعدين رجع، هو كان رجع من بره عدى من موقفه وبعدين اتلعبت، بالك كانت في نهايه المباراه. فالتركيز دايما مع الحكام يبقى طول المباراه يعني باذن الله. تمام، اذا يجب ان يكون هناك تركيز من اول المباراه لاخر، اللي هي لعبه واحده كابتن، بتفرق اذا كان الحكم او المساعدين. يعني بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، وان شاء الله ما يكونش عندنا حالات بعد نهايه المباراه ان شاء الله. يعني انا دايما بحب كده ان احنا ما يبقاش عندنا حالات. عموما يا كابتن اسلام ما فيش مباراه ما فيش حكم بيبقى 100%، طبعا ومفيش مباراه، اتمنى ان ما يكونش فيه، مفيش مباراه تبقى فيها حالات. قصدك حالات مؤثره، حالات مؤثره مؤثره في النتيجه او الكلام ده، لا ربنا يبعدها عنهم باذن الله، ربنا يبعد عننا الخناقات باذن الله. ان شاء الله انا بشكرك كابتن ايمن، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه المباراه باذن الله يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، النجم الكبير الكابتن اسامة حسني. بعد الفاصل هتشوف تقرير الاول عن تاريخ المواجهات ما بين الناديين الكبيرين، النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، وبعد كده هنستقبل ضيوفنا الكبار كابتن فتحي نصير، كابتن احمد بلال، كابتن اسامة حسني. التقى الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز في 115 مباراة، يتفوق المارد الأحمر في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 59 مباراة، التعادل حاضرا كان في 34 مباراة، فيما حقق الإسماعيلي الفوز في 22 مباراة. نجح نجوم الأهلي في تسجيل 168 هدفا في شباك الإسماعيلي، يعد أحمد مكاوي مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الدراويش، بينما كان وليد أزارو لاعب الفريق الأول بالأهلي آخر من سجل في شباك الدراويش في مباراة الدور الثاني من دوري الموسم الماضي. صالح يلعب الأمامية، يا ولد يا صالح في اتجاه أزارو، جوه الجول، جوه الجول، وليد أزارو. استقبلت شباك الأهلي 94 هدفا على مدار تاريخ لقاءات الفريقين، كان كريم بامبو لاعب الإسماعيلي الأسبق هو آخر لاعب نجح في هز شباك الأهلي. نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 55 مباراة، بينما لم ينجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك الإسماعيلي في 24 مباراة، كان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين من نصيب الأهلي عندما تمكنا من تحقيق الفوز بنتيجة 8 أهداف من دون رد عام 1957-58، هي المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وشهد تسجيل المايسترو صالح سليم 7 أهداف في تلك المباراة، مسجلا رقما قياسيا في تاريخ الدوري على مدار أكثر من 60 عام.
عاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6 أهداف من دون رد في مناسبتين في الإسماعيلية الأولى في موسم 96-97، وعاد ليكرر النتيجة موسم 2004-2005. حسن مصطفى يرجعها لابوته جاية جول، ده ايه الحكاية يا عباد يا متر انفراد، وهي هي تاني، هي تاني يا ها. لسه بقول لحضراتكم معقول يا بركات، معقول يا بركات. يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين هو صالح سليم وأحمد مكاوي لاعبا الأهلي، بعدما نجح كليهما في تسجيل 10 أهداف في شباك الإسماعيلي. كان التعادل الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين بنتيجة 4-4 في موسم 2001-2002 في مباراة وصفت بالأقوى في تاريخ الدوري المصري الممتاز. يلعب الأمامية يا ولد يا صالح في اتجاه أصاله جوه الجول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن فتحي نصيره. كابتن فتحي ازي حضرتك؟ كابتن سليم مشرف ومنور. ده دورك يا كابتن سليم ما شاء الله. النجم الكبير ايضا كابتن احمد بلال، ازيك يا بلال؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بتضحك ليه؟ مش هتكلم انا. طيب النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن فتحي خليني ابدا بتشكيلين، سواء تشكيل النادي الاهلي او تشكيل نادي الاسماعيلي في واحده من المباريات كلاسيكيات الدوري المصري. الحقيقه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي مباراه مهمه، مباراه صعبه، ولكن تشكيل على الاقل النادي الاهلي تشكيل نموذجي زي ما حضرتك وصفته قبل بدايه لقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه زي ما قلنا تشكيل النادي الاهلي النهارده نموذجي لفيرر حاطط، رغم الإصابات ورغم الغيابات ورغم التخلفات ورغم الظروف دي كلها، لكن أنا شايف أن هذا التشكيل فعلا تشكيل نموذجي للفرقة. أهم حاجة بتطمن وتطمننا، وعشان لما نقرأ أي مباراة في أي تشكيل لمدرب بيتتبع فيها بنرجع أول حاجة لإيه، اتفقنا أن العمود الفقري بتاعنا ما اتغيرش، لم يغيره، فإذا دي دلالة على ثبات. لاعب واحد بس اللي اتغير، يعني اللي هو أريد يانج مع مجد أفشة. مجد أفشة هيلعب السولية مكان السولية، يعني لما بيكون اتنين يا كابتن إسلام بيبقى لو واحد يكفي، يعني الاتنين ما تغيروش. يعني السولية كان بيلعب جنب مجد أفشة، فأريد يانج دلوقتي هيلعب جنب مجد أفشة، ما بنحسش الاتنين دولت اتغيروا. لو الاثنين اتغيروا يبقى جزء من العمود اتغير، لكن الاثنين هم ثابتين واحد فيهم. فاذا موجود خط الظهر بتاعنا زي ما هو، رامي ربيع موجود، زي الشناوي موجود، نطلع لقدام نلاقي حسين الشحات مثلا او في النص، دلوقتي احمد الشيخ هيلعب ناحيه الشمال، وده برضو فكر جيد منه ان هو رمضان صبحي مش موجود، وده راجل بيلعب اصلا برجله الشمال كتير، فاذا فعلا بيحط النقط على الحروف للفرقة اللي هو واضح. فعلا تشكيل نموذجي. تشكيل نموذجي في حاجة تانية أنا بنقيسها بقى في حاجة تانية. الفرقة دي لو شفت متوسط أعمارها يا كابتن إسلام هنلاقيها يا كباتن 26 سنة. وإحنا اتفقنا إن أحسن سن لأي فرقة في العالم، في العالم مش في مصر، في العالم بما فيهم فرق كأس العالم، من 26 سنة ل 27 سنة ونص. أما تقيس أعمار سنهم تلاقيه كده تعرف الفرقه دي كويسه. تقول لي طب فرقه الاسماعيلي، اقول لك 23 سنه ونص. اذا خبراتها قليله قوي. خبراته قليله مع خبرات كبيره 26 سنه. ال 26 سنه ارقام، الارقام لا تتجمل ولا ما بتكذبش. الارقام حقيقيه. فاذا مش هيبقى اجتهاد مننا كلنا كاستوديو النادي الاهلي، لا ده احنا بنقول الارقام بتقول كده. متوسط اعمارهم 26 سنه، وده تواسع عالميا.
ومتوسط اعمار فرقه الاسماعيلي 23 سنه ونص. اذا هتفرق في ايه؟ هتقول لي المجهود، بس الخبره هتبقى كتير، الخبره لصالح النادي الاهلي. طب ان فرقه الاسماعيلي فرقه او النادي الاهلي اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع حتى الان في ال 18 فريق، رغم ان انت ما لعبتش جميع مبارياتك، يعني انت ما كملتش الثمان مباريات، انت لعبت سته ودي ده السبعه، يبقى لسه ناقص لك مباراه كمان، وقبل المباراه انت اقوى خط هجوم، وقبل المباراه انت اقوى خط دفاع. بعكسهم هم ما يجي فيهم يجيب ست جوال ويخش فيهم سبعه، يعني النسبه قليله، نسبه تهدفهم كمان كاسماعيلي كفرقه انها قليله. ليه؟ لان السته لما وزعها على عدد الماتشات 8 ماتشات، يعني اقل من واحد من تمام. هدف في المباراه تمام. ده بيدلنا على ان النادي الاهلي، اما بالنسبه النادي الاهلي نسبه 18 لعبوها في 6، يعني متوسط 3 اهداف في كل مباراه تمام. ده كلام مش كلامنا احنا، ده كلام بارقام كده كمقدمه نقدر بيها ايه بنفتح شهيه تمام. للكباتن قبل ما هيتكلموا كابتن بلال وكابتن اسامه. تمام كابتن بلال، هات له كرسي هناك هات له كرسي، هات له كرسي هناك كده وكاميرا لوحده تاني جنب الكابتن. لا هناك في اول الاستوديو هناك. بلال خلينا قبل ما نبدا عايز اعرف اولا رايك في تشكيل النادي الاهلي، وثانيا ايضا رايك في تشكيل النادي الاسماعيلي. تشكيل جيد للاهلي، هيعتمد بس في يعني على بعض العناصر هتفرق معهم، الجاهزيه البدنيه مش اكتر من كده، والحضور في المباراه. علي معلول بقى له فتره غايب، بقى له فتره بعيده غايب. مروان محسن برده ما لعبش اساسي بقى له فتره، حتى يعني حته مشاركاته على كانت على فترات متباعده. كان وليد ازارو في الاونه الاخيره هو اللي بيشترك، هو اللي ابتدى مباراه الكاس واجاد فيها بشكل كويس. اليو ديانج برده المشاركات بتاعته على بعض الفترات، فهي هتفرق حته الجاهزيه البدنيه بالنسبه للعيبه ومدى استعدادهم للجيم نفسه، لمباراه الاسماعيلي يعني. لكن باقي التشكيل اعتقد من وجهه نظري متناسب. انا بشوف النهارده كابتن ان هو يمكن غير حته صغيره كده، الثلاثه اللي تحت مروان محسن، او ليه ممكن يكون حط مروان محسن النهارده؟ لان الثلاثه اللي من تحتيه متحركين. جنرال اجي متحرك، بيتحرك على اطراف الملعب كتير، نفس الموضوع الشحات بيتحرك على اطراف الملعب، بيتحرك طولي، ممكن يبقى فرود في بعض الفترات. احمد الشيخ نفس الموضوع، بيتحرك كتير جدا بعرض الملعب. فالنهارده ممكن يكون محتاج واحد يبقى ثابت في ال 18، واحد زي مروان محسن امكانياته وقدراته الكبيره بتتلخص في وجوده داخل ال 18، الكرات العرضيه الكتير. يمكن وليد ازارو متميز في حته الخروج بره كتير، وليد ازارو من اللعيبه اللي بتخرج بره برده ال 18 كتير. فممكن يكون النهارده عايز يلعب بواحد يا كابتن هو ثابت جوه ال 18، يعني يستغل الكرات العرضيه، خصوصا في وجود النهارده علي معلول، في وجود النهارده محمد هاني، في وجود احمد الشيخ اللي ممكن يستغله النهارده ببعض الوقت انه يعمل الكروسات، في وجود جونيور اجاي اللي ممكن يبقى يطلع على اطراف الملعب في بعض من الاوقات. فالنهارده ممكن من وجهه نظر الشخصيه يكون حاطط مروان محسن للهدف ده، انه عايز واحد دايما يكون داخل ال 18، مش مطلوب منه انه يتحرك كتير بره ال 18. كتلة الكرات العرضيه النهارده محمد هاني ودورهم هيبقى، وعلي معلول النهارده برضه، سوري محمد هاني وعلي معلول طبعا. هيبقى مطلوب منهم اكتر ان هم يعملوا كرات عرضيه. اكيد اكيد. ما النهارده انا بص، انا كلاعب كمان لازم استغل امكانيات وقدرات زمايلي في الملعب. والمدير الفني النهارده لما بيحط لعيب وبيبقى عارف هو حاطه النهارده في المباراه ليه. فرقه الاسماعيلي عندها مشاكل في الكرات العرضيه، برافو عليك، كتير جدا جدا. فانت النهارده استغلالك للكرات العرضيه محتاج حد يقدر يستغل الحته دي، محتاج واحد داخل البوكس يقدر يستغل الكرات العرضيه اللي انت بتشتغل عليها. والاهلي يمكن الفترات الكتيره اللي فاتت شفنا كرات عرضيه كتيره جدا، شفنا اهداف بتيجي منها، شفنا الشحات جوه ال 18، واحيانا كان رمضان صبحي جوه ال 18. النهارده هو حاطط واحد عشان يستغل كل العرضيات اللي ممكن تحصل النهارده او اللي يعملوها لعيبه النادي الاهلي النهارده. خط نص ملعب بتاع النادي الاهلي هو ما غيرش كتير خلاص، هو ابتدى حته انك تلعب بميد فيلدر هو رقم 6، وبعدين تلعب واحد يبقى 8، وبعض الوقت يبقى هو 10 اللي هو مجدي قفشه. هي اشتغلت كويس مع الراجل، يعني نفعت كويس في الدوري المصري تحديدا، يعني مش هتكلم برضه على بطوله افريقيا، انما الدوري المصري انت اجدت فيها بشكل كويس قوي. مجدي قفشه بيعمل الحته دي بشكل كويس جدا. الاهلي كمان عمليه الضغط اللي بيعمله مش مخليه ان هو يحتاج ميد فيلدر تاني، خلاص ما بقاش محتاج ان هو يلعب باثنين ميد فيلدرز يا كابتن، اللي هم رقم 6، بقى واحد بالظبط والتاني كرة بعيدة. كره بعيده عن منطقه الكره بعيده الضغط اللي بتعمله كمان مش مخلينا ان احنا نلعب اثنين ميد فيلدرز رقم 6، واحد رقم 6 والثاني رقم 8، اللي في بعض الاوقات بيبقى رقم 10 اللي هو مجدي قفشه.
في حاله ان انت بتغير في اوقات الطريقه بتاعتك بتلعب باثنين فراوده، جونر اجاي بيتقدم بيبقى هو لعيب رقم 9 الثاني، اثنين رقم 9 بالنسبه لك جونر اجاي ومروان محسن، وبيكمل من تحتيه مجدي قفشه، وبتتحول الطريقه ل 4-1-4-1 او 4-4-2 في بعض الاوقات. الاهلي بيشتغل الكلام ده بشكل كويس جدا، وشفناها برضه المباراه اللي فاتت، تحويل الطريقه انك بتلعب في الاخر باثنين فراوده عشان تستغل الكرات العرضيه والاختراقات اللي من العمق، عشان كمان تستغل تفضي مساحه لمجدي قفشه يقدر يشتغل فيها حته عمليه الشوتنج، هو بيشوط كويس جدا، مميز في الحته دي، فالنهارده ممكن من خلال الاداء ده انك تخلق له فرص انه يشوط، ودي حاجه الاهلي قدر يسجل منها هدف قبل كده وليد سليمان لما كان بيلعب في رقم 10 سجل في الجون هدف كان رائع جدا من بعيد من تصويب، هو اللي فتح المباراه ففي ماتشات ممكن تكون متقفله. الاسماعيلي اعتقد النهارده من وجهه نظري هيقفل بشكل كويس، هيلعب بالطريقه بتاعته المعتاده 4-2-3-1 او 4-3-2-1 هيقفل بشكل كويس، عارف ان امكانيات وقدرات لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا جدا، فبالتالي ممكن يكون هيستغل النهارده اللعيبه اللي تلعب قدام سواء كان الشامي عبد الرحمن مجدي ومعهم بيكيتي سيلفا، دول اللي هيستغلهم في الكرات المرتده السريعه. ما اعتقدش انه هيلعب جيم النهارده مفتوح قدام النادي الاهلي، هيبقى صعب عليه لانه عارف ان في سرعات وعارف ان في مهارات وعارف ان لعيبه النادي الاهلي بتضغط ضغط كبير جدا في نص ملعبها، فممكن تستحوذ وتتحول بسرعه ويبقى خطر عليه. فالنهارده اعتقد ان الاسماعيلي بالتشكيل ده هيعتمد فقط على الهجمات المرتده السريعه. تمام كابتن اسامه، النهارده بلال قال نقطه مهمه جدا ان وجود رمضان مروان محسن النهارده عشان الكرات العرضيه، الكرات العرضيه دي هتيجي من علي معلول ومحمد هاني ولا من احمد الشيخ وحسين الشحات او اجايل على الطرف، خصوصا مثلا ان واحد زي احمد الشيخ لو لعب ناحيه اليمين مش هيبقى بيلعب بيمينه، بيخش لجوه ويعملها بقى، فهتبقى الكرات العرضيه اقل شويه. ناحيه الشمال نفس الكلام، لو لعب اجايل مثلا ناحيه الشمال وراح مش هيعرف، يعني هتبقى اصعب ان هو يرفع بشماله. فالكرات العرضيه هيعتمد فيها على مين اكتر؟ يعني طريقة لعب النادي الأهلي 4-2-3-1 ده في الناحية الدفاعية، بينزل مجدي قفشة جنب ديانج، والنادي الأهلي معاه كرة الشكل بيتغير، بتتحول ل 4-1-4-1، بيبقى ديانج هو اللعيب اللي ثابت، وعندك قفشة هو عنده حرية حركة شوية وبيرجع يعمل الدور الدفاعي، حرية حركة في العمق عندك الأطراف دايما بتفضيها في طريقه 4-1-4-1، لما بيكون النادي الاهلي معاه الكوره الاطراف محتاج تفتح الملعب، تفتح الملعب عن طريق محمد هاني وعلي معلول. النهارده بنقول له يعني الحمد لله على السلامه ان شاء الله، يعني يكون تم شفاءه تماما من الاصابه، وعلي معلول طبعا من العناصر المهمه جدا ومن الاوراق الرابحه للنادي الاهلي ومن الحلول اللي دايما في النواحي الهجوميه لما بتلاقي الملعب مقفول. النهارده محمد هاني طبعا وعلي معلول عليهم دور كبير جدا. أنا النهاردة عاجبني ثقة الراجل في أحمد الشيخ كل الأوقات قبل اللي بس بنروح للنقطة دي يا أسامة، يعني هل النهاردة ممكن نلاقيه عادل الملعب بمعنى أن هو لاعب حسين الشحات ناحية اليمين وأحمد الشيخ ناحية الشمال وجونيور أجاي هو اللي تحت مروان أو أقرب أن هو يكون رقم لا هو عشرة. أحمد الشيخ هيحطه من الأول قدام محمد هاني انا بسال هل عشان هو بلال قال ان هو احنا هنعتمد على الكرات العرضية اكتر، فانت الكرات العرضية النهاردة انت محتاج لو كرة عرضية من محمد هاني أو من علي معلول التواجد مش مروان محسن لوحده، والنهاردة مروان محسن بدل عندك مهاجم مميز في الكرات العرضية لازم تكتر الكرات العرضية النهاردة ولازم يبقى فيه واحد بيقطع على العرضة الأولى، واحد في النص واحد على الثانية. أحمد الشيخ عنده الميزة دايما وهو بيلعب على الطرف، لو الكرة الناحية الثانية عند علي معلول بيدخل وبيخترق، شفناها في مباراة اللي عملها له عمرو السولية وحطها ببطن رجله قبل حرس الحدود، دخل وكمل وحط، دي ميزه احمد الشيخ دايما بيختار دجل. كان وادي دجله هو بيحب يروح لجون كتير، يعني مش ما بيلعبش على الطرف، حته بقى مين يلعب في العمق ومين يلعب على الطرف دي هنشوفها بالتبادل زي مباراه حرس الحدود ما بين اجاي وما بين حسين الشحات. هو دايما بيغير، يعني شفنا الراجل فايلر دايما بيغير، لو رمضان صبحي بدا ناحيه اليمين دايما بتلاقيه في المباراه شغاله بيجيبه ناحيه الشمال ويجيب حسين الشحات. فممكن نشوف التغييره دي كتير النهارده ما بين اجاي وما بين حسين الشحات، مين ايهم يعني يلعب في القلب او ناحيه ناحيه الشمال عند علي معلول. لكن النهارده التواجد الضغط من بدايه المباراه مهم جدا، خاصه النهارده عجبنا ادهم السلحدار انك انت دايما مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه مفتوحه، مباراه هجوميه دايما مباراه فيها اهداف. النهارده التشكيل اللي هو بادئ بيه توقعت النهارده انه يلعب ثلاثه في نص الملعب، دونجا ومخلوف، قلت عماد حمدي
او محمد بيومي اللاعب الناشئ ممكن يبقى ثالث في نص الملعب او يقعد همام مثلا ويقعد همام. انا اسف حد من الاربعه اللي قدام او الثلاثه اللي قدام الاربعه اللي في خط الهجوم الامامي قلت ممكن يلعب بالشكل ده، لكن النهارده عنده جرأه هجوميه انه يبدا بسيلفا وهمام وعبد الرحمن ومحمد الشامي، هيبقى ليهم دور دفاعي زي ما احنا شايفين التشكيله دلوقتي. خلي بالك الاسماعيلي اقرب لاربعه ثلاثه برضو، لان همام بيلعب ثالث في نص الملعب ناحيه الشمال شويه وساعات بينزل في عمق الملعب وساعات بينزل في عمق الملعب الدفاعي. ده على اخر مباراه كان نادي مصر المباراه اللي فاتت كان سيلفا دايما فاتح ناحيه الشمال بالزبط. وبيعتمد على السرعات، ومجدي فاتح ناحيه عند بالزبط. علي معلول والنهارده علي معلول هيبقى ليه دور مهم جدا يقفل في الحته دي في النواحي الهجوميه النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي هيرتد وهيسيب مساحات في خط ظهر الاهلي عشان يعتمد على السرعات. فالنهارده مهم جدا وقفه ايمن اشرف ووقفه رامي ربيعه مهمه جدا النهارده. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نختم بقى قبل نهايتها او قبل بدايه هذه المباراه. يحل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ضيفا عند السابعة والنصف مساء اليوم على نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري، والتي ستجري على أرض ملعب استاد حرس الحدود بالمكس. يدخل المارد الأحمر اللقاء متصدرا جدول المسابقة برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات كاملة وحقق خلالها العلامة الكاملة. يرغب ريني فايلر المدير الفني للأهلي في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز السابع له على التوالي في مسابقة الدوري. الساعات القليلة الماضية شهدت ظروفا معاكسة بالنسبة للجهاز الفني للأهلي بعدما تأكد غياب رمضان صبحي أحد أهم عناصر الفريق عن المواجهة بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب على أثرها 6 أسابيع ومن ثم عدم المشاركة في مواجهة اليوم، فضلا عن إصابة رامي ربيعة بالإجهاد الشديد، وكذلك تعرض أحمد فتحي للإصابة برشح في الركبة، وكذلك مداهمة نزلة برد شديدة لعمرو السولية. حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المواجهة، من أهمها التسديد من خارج المرمى سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة من أجل التصدي للتكتلات الدفاعية، والتي من المنتظر أن يلجأ لها فريق الإسماعيلي لمواجهة التوغل الهجومي للاعب الأهلي. عقد المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة حسم المواجهة مبكرا وتحقيق الفوز السابع لهم على التوالي وعدم فقدان أي نقطة جديدة من أجل توصيل رسالة لجميع الفرق بأن الأهلي لن يتنازل عن الحفاظ على لقبه المحلي خلال الموسم الحالي. على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلي المواجهة محتلا المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويسعى أدهم أس الإحضار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي مستغلا النقص العددي في صفوف أبناء القلعة الحمراء. حرص المدير الفني للدراويش على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام المنقضية لمشاهدة ملخص لمباريات الأهلي الأخيرة للوقوف على مواطن القوة في الفريق ومحاولة الحد منها، وكذلك البحث عن الثغرات والسعي لاستغلالها خلال المواجهة. كابتن فتحي، الاهلي هيلعب ازاي النهارده؟ هيلعب ضاغط من الامام ولا هينتظر من وسط الملعب؟ هيلعب لا لا، الاهلي لن يغير طريقته في الضغط وخصوصا مع فرقه زي دي، لان فرقه زي دي كمان غير حرس الحدود. فرقه حرس الحدود كان تكتل جوه منطقه الجزاء ال 20 لعيب او ال 20 من ال 11 بتوعهم وسبعه ثمانيه من عندنا. ده مش هيحصل النهارده. الفرقه برضو الاسماعيلي رحنا وجينا بيلعب كوره، فرقه بتلعب كوره بس ينقصها الخبره. الخبره هتفرق كتير قوي. متوسط الاعمار متوسط اعمارهم. انا شايف ان النهارده هو هيلعب ضاغط وهيلعب ضاغط من الاول، وبرضه اسلحتك عشان تفوز لهذه المباراه نمره واحد برضه التسديد، نمره اثنين اللعب على الاطراف وهتلعبها انت على الاجنحه وهتلاقي كتير قوي هجمات
لانك هتلاقي لعيبه موجوده في الكثافه العدديه الهجوميه للنادي الاهلي، هتلاقيها موجوده متناسبه مع المدافعين بتوع الاسماعيلي، لانه مش هتكتله. الاسماعيلي مش هيتحفظ قوي، وهيبقى لامم بتحفظ، لكن بيلعب كوره، عنده الناحيه الهجوميه، عنده الناحيه الهجوميه ان هو يعني بيلعب. وبعدين فرقه متزنه جايبه 6 جوال داخل فيها 7، يعني فرقه من فرق الوسط، يعني ما تقدرش تقول. لكن اي فرقه ضد النادي الاهلي هي فرقه قويه، وكل لاعب ضد النادي الاهلي بتلاقيه بيلعب باكتر من رئه وباكتر من طاقه واكتر من خبره، فاكيد هو هيلعب ضاغط ومش هيغير طريقته بالشكل اللي هو بدا بيه المباراه بلعب. الاسماعيلي بقى بلال هيلعب ازاي؟ يعني هيستنى في نص ملعبه، ولا الاسماعيلي قد يبادر النادي الاهلي بالهجوم؟ بص انا بشوف ان يعني ممكن اسلام في بدايه المباراه هتلاقي ممكن الاسماعيلي بيحاول يضغط، بيحاول يعرف النادي الاهلي ان انا مش جاي هنا عشان ادافع فقط لا غير، او مش هبتدي المباراه ان انا ادافع فقط لا غير. ممكن من بدايه المباراه تلاقيه بيعمل بيتبع اسلوب الضغط شويه، لكن مع سير المباراه اعتقد ان هو هيلتزم في نص ملعب، هيبقى دفاع من نص ملعب، هيعتمد على السرعات اللي موجوده، هيعتمد على اللعيبه اللي عندها المهاره في الحته اللي قدام، خاصه زي ما انت شايف التشكيل بتاعه ما عندوش راس حربه صريح، هو شايف هو هيعتمد على الاربعه اللي قدام او الثلاثه اللي موجودين قدام بتحركاتهم وسرعاته والاستلام في المساحات الفاضيه. بس خلي بالك انا اسف، ده مش معناه ان هم بيدافعوا، لانه هو بيلعب كده، لعب كده قدام إفسي مصر، ولعب كده قدام المباريات السابقه اللي لعبها، وبالتالي لا انا ما بقولش بيدافع، انا بقول لك اسلوبه قدام النادي الاهلي ممكن يبقى بالشكل ده، انه هيقفل من نص ملعب بشكل كويس ويعتمد على المهارات اللي موجوده عند اللعيبه اللي قدام. المباراه اللي فاتت، المباراه اللي قبلها الاسماعيلي بيعتمد على مهاره عبد الرحمن مجدي، بيعتمد على مهاره وسرعه الشامي، بيعتمد على مهاره وسرعه برده بكيتي سيلفا، هو برده لعيب سريع ولعيب قوي، تمام. ممكن يعتمد على دول في الحاجات السريعه جدا انه يقدر يسجل من خلالها اهداف، لكنه يا اسلام من وجهه نظري الشخصيه انه النهارده اثناء سير المباراه هتلاقيه بيلعب زون نص ملعبه، هيدافع من نص ملعبه، مش هيقابل الاهلي، مش هيضغط النادي. هنتغلب على طريقه زون من نص الملعب ازاي يا اسامه؟ لازم يبقى فيه لا مركزات في اللعب، لازم يبقى فيه حركه دايمه من اللعيبه، زي ما شفنا في مباراه حرس الحدود المدافعين ما يزهقوش، لازم يبقى فيه صبر، فيه تركيز دايم من ايمن اشرف ومن رامي ربيعه، الوقفه دفاعيه صح، يبقى عندك كثره في النواحي الدفاعيه، ودايما التحركات دايما كتر كرات عرضيه، واهم الاسلحه اللي كابتن فتحي قالها عمليه التسديد من خارج منطقه الجزاء دي مهمه جدا. النهارده انت امام مباراه ربنا يكرم بالثلاث نقاط، دايما الدوري عشان تاخد الدوري دايما بيبقى فيه هدايا في النص. زمالك بتعصر من طلائع الجيش، عندك فرصه النهارده وهديه، اتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تستغلها ويبقى الفارق تقدر تعمله بدري، علشان ده هيريحك بعد كده في بطوله دوري ابطال افريقيا. مظبوط. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، هسيب حضراتكم تتفرجوا على هذه المباراه صعبه جدا، واحده من كلاسيكيات كره القدم المصريه. نادي الاهلي سيقابل النادي الاسماعيلي في استاد الماكس كمان اقل من 5 دقائق ان شاء الله. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هكون مع نجومنا الكبار كابتن فتحي، كابتن بلال، كابتن اسامه حسني، في انتظار حضراتكم لنقل اهم كواليس ما حدث خلال المباراه وبعد نهاية المباراة. أشكركم، إن شاء الله أستنى حضراتكم بعد نهاية المباراة مباشرة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. 3 نقاط اخرى يضيفها النادي الاهلي لرصيده ليتصدر جدول ترتيب الدوري العام كالعاده الحقيقه خلال 8 أو 9 أسابيع الاولى، ولكن ايضا بمباراتين اقل من كل الفرق اللي هتلعب بكره لسه ان شاء الله كمان في بدايه الاسبوع التاسع. هدف المباراه الوحيد احرزه النجم وليد سليمان في الدقيقه 78 من عمر المباراه بعد تمريره رائعه من محمد هاني. زي ما حضراتكم شايفين هدف المباراه احمد الشيخ بيرجعها مره اخرى لمجدي قفشه، بيدخل جوه الملعب ويحطها لاحمد الشيخ مره اخرى، يضعها لمحمد هاني ويضعها لوليد سليمان، كره عرضيه اكثر من رائعه ليضعها وليد سليمان في هدف المباراه الاول والوحيد. خلينا نروح نشوف زميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ ماذا قال عن هذه المباراه.
تحياتي ليك مره ثانيه كابتن اسلام ولضيوف ملعب النادي الاهلي الكرام، كابتن فتحي نصير، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. بعد اقتناص الاهلي لثلاثه نقاط مستحقه بيرفع رصيده للنقطه رقم 21، يعتلي صداره جدول الدوري المصري ويستمر في الصداره. معي في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه وثلاث نقاط غاليين في ظل ظروف صعبه، لكن دايما الرهان بيكون على شخصيه النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا يعني هي مباراه مع فرقه لها تاريخها واسمها ومكانتها طبعا فرقه نادي الاسماعيلي، فبالتاكيد هي مباراه صعبه في ظل كمان انت بتقول ظروف صعبه وضغط مباريات وغيابات يعني قبل اللقاء على طول، رمضان صبحي واحمد فتحي ومجموعه من اللعيبه عنده السوليه كمان، فمجموعه بالتاكيد غير الغيابات الاولى، لكن الحمد لله رب العالمين شخصيه النادي الاهلي واللعيبه بالنسبه ليهم كل مباراه بتاخد على حده، هو الدوري كده، لكن خلينا دايما نقول ان احنا نثق في كل اللعيبه، نثق جدا 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 في امكانياتهم وقدراتهم ايا كان اللعيبه اللي موجوده في الملعب. يعني فرقه الاسماعيلي فرقه محترمه، ادت شوط اول رائع جدا قدامنا، لكن اعتقد ان الشوط الثاني تسيدنا من بدايه الفتره. كابتن سيد، تلاحم الماتشات وبتشوف نسبه اجهاد وارتفاع يعني بعض الاصابات العضليه في النادي الاهلي في ظل تلاحم واجهاد المباريات، شايفه ازاي؟ يعني انا بشوف ان ضغطة المباريات كل ثلاث ايام مباراه مع فصل وتركيز ما بين مباراه افريقيه ومباراه محليه، فبتبقى بالتاكيد يعني حاجه ممكن يبقى فيها اجهاد شديد جدا، يعني عشان كده كل اللعيبه لازم تخلي بالها من نفسها حتى في خروجها او يعني تواجدها في سواقه كتير، حاجات كتير يعني. طبعا انا مش دكتور ولا فني، لكن في النهايه انا بقول ان في حاجات كتير جدا ممكن تبقى محتاج ان انت تريح، فلازم تريح لان ضغط المباريات كل 72 ساعه مع فصل مع قوه الشخصيه اللي بتقابلها سواء كانت الاسماعيلي من حرس الحدود، كل مباراه بيبقى لها اسلوبها المعين في التعامل معاها. يعني سيد، من الامور المهمه جدا اللي حريص عليها الجهاز الفني واللاعبين عدم النظر لتعثر او سقوط المنافسين، النادي الاهلي عنده لكل لقاء ثلاث نقاط، بكمل مشواري دون النظر لسقوط او تعثر المنافسين. طبعا انت ماشي في طريقك، ماشي في سكتك، يعني اعتقد ان انت الاول تدور على انت بتعمل ايه وعايز تحققه، كل مباراه بالنسبه لك هدف وكل مباراه بالنسبه لك يعني مستوى بتقدمه يعني، فالحمد لله رب العالمين على كل شيء. لو بقولها المره المليار يعني لو جات لك هدايا طبعا بتقبلها يعني، لكن المهم انت يعني وشغلك. سيد، قصه الاستبدال، يعني عايزين نعرف الامر، حسم الامر وقصه الاستبدال ويعني تعقيب حضرتك على التحكيم. رأي راينا معروف، يعني راي النادي الاهلي معروف في موضوع الاستبدال ده، يعني انت في بدايه الموسم انت بمحض ارادتك وباختيارك وبقرارك، على فكره احنا اعترضنا وقلنا ان ده هيضيع حاجات كتير جدا على تيم النادي الاهلي وعلى فرق كتيره جدا انها تتنازل عن بعض اللعيبه ببلاش يعني، فانا بسمع اخبار دلوقتي زيك يعني، واعتقد ان ده كلام هيبقى صعب جدا تحقيقه، مفيش حاجه اسمها واحد مصاب ان دخل مكانه يعني. طب انا بالنسبه لي يعني انا بقرارك انت واختيارك انت وفرضك على الانديه كاتحاد كوره ان انت تعمل 30 واحد، احنا عندنا ناس مصابه، عندنا 3-4 مصابين، لكن احنا بنتكلم على النظام وماشيين معاه، لكن بمحض ارادتك انت خلتني واجبرتني، مش خلتني اجبرتني ان انا اتنزل عن 3-4. طيب انا طالب تعويض بقى في الموضوع ده، لو انت عملت كده يعني انا سبت 3-4 يعني كل واحد بسعر النهارده يعني بتتكلم في 25-30 مليون جنيه، اوكي خلاص اضرب 30 بقى، لان انا سبت ناس ببلاش ووافقت على اعاره ناس بغير قيمتها الحقيقيه، لو انت هتغير في قرارك او هتغير في كلامك او هتغير في بنود اللائحه بتاعتك طب عوضني على اللي انا سبته ببلاش. ما انت لو قلت ان في استبدال في نص السنه او ممكن يبقى في استبدال في نص السنه او المصاب هستبدله في نص السنه، طب خلاص ما كنتش انا عملت كده، ما كنتش سبت اللعيبه ببلاش، فانا انت هتعوضني بقى، تعوضني في 3-4 لعيبه، كل لعيب ب 25 او 30 مليون جنيه، ادفع بقى 80-90 مليون جنيه او داخل في ال 100 مليون جنيه عشان تعوضني اللعيبه اللي انا سبتها ببلاش بقرارك انت مش بقرار انا، فالامر هيبقى صعب جدا، لازم يبقى في يعني لائحه اتعملت وتطبقت على الجميع، ناس اتضرت جدا، لو انت هتغيرها يبقى هتعوض النادي الاهلي، لان لعيب النادي الاهلي انا سبت لعيبه 3-4-5 لعيبه ببلاش واديت اعاره باقل من كده برضو عشان اوفق العدد اللي انت اجبرتني عليه، فبالتالي لو انت خدت القرار ده عوضني على اللي انا سبته ببلاش في قيمه بقى 30-40 مليون جنيه على اللعيب وعوضني المبلغ ده، واذا بقى يعني الامر يبقى فير يعني. خليني استغل وجود حضرتك، قصه التحكيم والنادي الاهلي دايما بيطالب بتطبيق الفار، وسمعنا كلام ان يعني هيبقى في صعوبه في تطبيق الفار، تعقيب حضرتك على هذا الامر. انا بثق في كل الناس، النهارده حتى ما اعرفش يعني الامور ماشيه ازاي، لكن في النهايه انا بطمن لوجود حكام صفوه زي محمود البنا، حتى لو في النهارده حاجه لكن انت بتطمن، وانت شفت حكام الصفوه لما بيحكموا الامور بتمشي ازاي والفرق بيوصل لكام يعني. اتمنى تطبيق الفار على طول على الجميع، اتمنى ان هو يبقى بدري جدا يعني، والامور
التحكيميه احنا بنستحملها واكتر نادي بيستحملها ومفيش مشكله اطلاقا، لان احنا على ثقه بامكانيات الحكم المصري وعلى ثقه كمان بنزاهته. ويمكن الفرقه الوحيده اللي هي من وجهه نظري اللي هي يعني بقى لها اسبوعين ثلاثه يعني بتعاني من التحكيم هي فرقه سموحه، بقى لها يومين او اسبوعين ثلاثه بتعاني من التحكيم، هي فرقه برضو صرفت كتير، عندها جهاز فني محترم، عندها رئيس نادي محترم، فهي بقى لها اسبوعين ثلاثه يعني ممكن تكون الامور مش موفقه معاها يعني. نشكرك يا كابتن سيد، دايما موفق ودايما نبارك لحضرتك بانتصارات النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك بعد مباراه الاتحاد. شكرا يا فندم. مستمرين معاك كابتن اسلام، كلام مهم وكلام خطير وكلام يعني نقدر نقول في الجول من الكابتن سيد عبد الحفيظ. معي في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سيد، مباراه كبيره وشخصيه كابتن سامي لفريق البطوله بتبان في الوقت الصعب في ظل غيابات في حاله اجهاد واصابات اللاعبين، لكن دايما الرهان بنقول على شخصيه النادي الاهلي. اه تحياتي طبعا كابتن اسلام وضيوفه، وزي ما انت بتقول دي سمه من سمات النادي الاهلي في كل العصور، يعني مش دلوقتي بس، اللعيبه عندها تصميم اللي هي تكسب وتقاتل في كل الاوقات وفي كل المباريات، والحمد لله ده اللي اتحقق الحمد لله النهارده. عايز اتكلم حضرتك في نقطة فنية، توظيف أليو ديانج في طريقة 4-1-4-1، والنهاردة مباراة كبيرة جدا من أليو ديانج بيثبت ان هو واحد من الصفقات الرابحة للنادي الأهلي. هو لعيب مميز جدا، بدليل ان احنا النادي تعاقد معاه، النادي دايما بيتعاقد مع لعيبة كويسة، هو لعيب صغير، لعيب واعد، محتاج ماتشات كتيرة، محتاج خبرات كتيرة، ودي الحمد لله اللي الراجل بيشتغل معاه عليها في التدريبات، ومع الماتشات كمان ان شاء الله كل ما يلعب اكتر ان شاء الله يتحسن اكتر. كابتن سامي، اتكلمت مع كابتن سيد في نقطه مهمه جدا لمنعكس على الجهاز الفني واللاعبين، ان عدم النظر لتعثر او سقوط المنافسين. احنا كالنادي الاهلي هدفنا كل مباراه الثلاث نقاط، سواء في الدوري سواء في افريقيا سواء في اي بطوله، الهدف ليا الثلاث نقاط دون النظر الى النتائج الاخرين. هو دايما كده البطل، كده البطل دايما بيبقى القرار بايده هو مش بايد المنافسين، لكن لو المنافسين طبعا تعرقلوا شويه دي حاجه هتبقى ايجابيه في صالحنا يعني، لكن الاهم اللي انت تكسب، وده سمه من سمات النادي الاهلي على طول زي ما قلت لك قبل كده، وهو ده النادي الاهلي الحمد لله. المواجهه القادمه امام فريق الاتحاد، فريق الاتحاد بيعيش فتره كرويه مع الكابتن طلعت يوسف، شايف المباراه ازاي؟ مباراة صعبة طبعا، صعوبتها طبعا الحالة الفنية اللي النادي الاتحاد فيها، صعوبتها أكتر لفرقة بتنافس وبقى لها فترات كتيرة جدا ما بدأتش موسم زي كده يعني، عندهم لعيبة كويسة جدا، عندهم جهاز مميز جدا يعني كابتن طلعت وجهازه طبعا، فمباراة إن شاء الله نستعد لها، وأنت عارف إن ضغط المباراة ديت يعني والإصابات أهم الحاجات اللي إحنا بنعاني منها يعني، لكن إن شاء الله اللعيبة اللي موجودة إن شاء الله تكون قادرة اللي تحقق الانتصار. سامي، اخيرا وليد سليمان واحد من اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي وواحد اصحاب التاريخ الطويل مع النادي الاهلي، وقت ما بتحتاج وليد دايما بتلاقيه، ووليد النهارده بيثبت ان هو واحد من اللاعبين اللي وقت ما تحتاجه دايما بتلاقيه. وليد من اللعيبه الكبار الموجودين في الفرقه، زيه زي شريف، زي حسام عاشور، زي الفرقه الكبيره، زي اللعيبه الكبيره الموجودين اللي خدوا سمه من سمات النادي الاهلي، مركز في طول 90 دقيقه، لاعب ماتش كامل، لاعب شوط، لاعب ربع ساعه، مؤثر جدا في تواجده في الفرقه، واعتقد الحمد لله ان شاء الله ربنا يكمله اكتر يعني. وليد من اللعيبه المميزه جدا، الواحد على المستوى الشخصي بيحبها جدا يعني. كابتن سامي، اخيرا عايز اطمن حضرتك على رامي ربيعه، واطمن كل جماهير النادي الاهلي. يعني انا اعتقد اللي هو انشد ان شاء الله يكون خفيف، ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ان شاء الله يعني، لكن انت عارف ده حاجات قدريه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالف سلامه ان شاء الله. انا عايز اختم حضرتك برقم قياسي النادي الاهلي بيقترب من تحقيقه. افضل بدايه للنادي الاهلي كانت موسم 2005-2006 وتحقيق الاهلي ل 11 انتصار متتالي، النهارده الاهلي بيحقق الانتصار السابع على التوالي، بيقترب ان شاء الله نقول ما شاء الله ان شاء الله نكسر الرقم ده قريب باذن الله. ان شاء الله زي ما انت بتقول رقم مهم جدا، لكن احنا ما بنفكرش فيه كده، احنا بنفكر فيه كل مباراه اللي احنا نكسب ان شاء الله، مش ان شاء الله ما تكونش 11، تكون طول الدوري ان شاء الله باذن الله. شكرا. شكرا كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. ثلاث نقاط مستحقه، وقلنا الفوز السابع على التوالي للنادي الاهلي بيقترب ان شاء الله من كسر الرقم المسجل ايضا باسم النادي الاهلي في موسم 2005-2006 بتحقيق النادي الاهلي ل 11 انتصار متتالي. ثلاث نقاط مستحقه، مبروك للنادي الاهلي، بيرفع رصيده للنقطه رقم 21. كابتن اسلام، اليك الكلمه مره اخرى. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. هنتكلم في كل الامور، ولكن خلوني الاول ارحب بالكابتن فتحي نصير، الكابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. الحقيقه قبل بس ما ابدا اتكلم عن الامور الفنيه داخل المباراه، طاقم التحكيم النهارده بشكل عام ادى مباراه جيده، ولكن هناك بعض الملاحظات. انا الحقيقه مش قادر استنى لغايه لما اوصل للكابتن ايمن دجيش، لان في كوره واضحه وصريحه وضربه جزاء او ركله جزاء صحيحه 100% للنادي الاهلي
من وجهة نظرنا وعملنا أسئلة وسألنا أسئلة كتيرة جدا لمتخصصين، الكل أجمع على أنها ضرب جزاء. أنا جبتها لحضراتكم قبل الحقيقة ما أوصل للكابتن أيمن الدجيش عشان يقول لنا رأيه أيضا في هذه الحالة، ولكن حالة واضحة جدا ضرب الجزاء أو ركلة جزاء للنادي الأهلي لم يتم احتسابها. قارنها بقى الكرة دي، قارنها مرة تانية، هتهالي بس في هتهالي في الإعادة القريبة، لأن دي حالة واضحة جدا وفي أول المباراة، وبالتالي كان من الممكن أن تغير نتيجة المباراة بالكامل. أهي أمام حضراتكم أهي ركلة الجزاء، هيقولك ايده جنبه مش ايده جنبه. خلينا نروح نشوف الكره الثانيه، محمد هاني اللي تم احتسابها اللي تم احتسابها هاند بول على محمد هاني، بس تقريبا هي ولكن محمد ايده تحت وبكيتي لاعب نادي الاسماعيلي ايده فوق. هنا تم احتساب هاند بول، الكره الاخرى لم يتم الاحتساب، هي تقريبا بالظبط، يعني هاني ايده تحت كمان، محمد هاني ايده تحت. هات لنا الكره الاولانيه مره ثانيه يا سمير لو سمحت، معلش الكره الاولانيه لانها كره هامه جدا، اعتقد دي كانت في الدقيقه، كانت بدري جدا. بص يا كابتن اسلام، هنا مفروض اللاعب ايده جنبه، مفروض ان اللاعب برافو عليك، الكره جايه في وشه فبيحمي وشه ورفع ايده فوق بالظبط، ركله جزاء طب، وبالتالي هنا ركله جزاء اعتقد كانت في الدقيقه 18 او 17، شوفوا لي برده يا شباب وقولوا لي، فكان من الممكن جدا ان تغير شكل واداء ونتيجه المباراه في الدقيقه 39 من الشوط الاول من عمر المباراه، زي ما حضراتكم شايفين اهي، وايدين اثنين، هي مش ايد واحده يعني، هو يعني طالع بايدين اثنين بس، هو بيحمي هنا وشه خافف. فالحقيقه يعني انا جبت لحضراتكم اللقطتين دول، اللقطه دي واللقطه اللي فاتت، عشان تقارنوا ما بين الاثنين. دي لقطه واحد بيحط ايده فوق وبتلمس ايده، تاني واحد حاطط ايده تحت جنبه وبتلمس ايده، هنا بيتم الاحتساب وهنا لا يتم احتساب ركله جزاء. هل لان هي جوه منطقه الجزاء؟ ما تديني حق، احسب لي ركله الجزاء، اديني حق، انا مش ما بطلبش حاجه زياده، اذا كان فيها ركله جزاء فاحسبها لي ركله جزاء، وانا بس حاططها على الشاشه لحضراتكم علشان نعرف، عايزين المعيار يبقى واحد، عايزين المعيار يبقى واحد، احنا لا نطلب شيء. الحمد لله نادي الاهلي كسب، وانا الحقيقه كنت محتار ان انا اجيبها ولا ما اجيبهاش، ولكن النادي الاهلي كسب الحمد لله، وبالتالي من حق ان انت حضرتك تجيب لي كره زي دي، من حق ان حضرتك تحتسب لي كره زي دي، من الممكن جدا ان تغير شكل المباراه ونتيجه المباراه ايضا. هنتكلم اكتر مع كابتن ايمن دجيش في هذه الحاله. كابتن فتحي مبروك طبعا، ثلاثه نقاط هامه جدا ومستحقه ايضا للنادي الاهلي. اكيد مستحقه من اداء النادي الاهلي، من استحواذ النادي الاهلي، من روح النادي الاهلي، لكن احنا كنا متوقعين قبل المباراه يا كابتن اسلام، وقلنا ان فرقه الاسماعيلي السن الصغير ده حماسه بيبقى عالي جدا، وشفنا مباراه الريتم بتاعها سريع، يمكن احنا كان مفروض كان ان لعبتنا تقلل رتمنا شويه، نقدر ما نجاريهمش، لان هم اولا الاسماعيلي بيلعب بهذا الشكل طوال السبع مباريات السابقه ما كانش يخسر ولا مباراه على الاقل، يعني هو خسر الاربع مباريات ما يخسرهمش، مش حاول يكسبهم لكن ما يخسرهمش، ويكسب المباريات اللي تعادل فيها لو كان اداء الاسماعيلي بهذا الشكل. لكن اداء الاسماعيلي النهارده كل واحد تفوق على نفسه، اللعيبه الحقيقه بتاعت فريق الاسماعيلي اداء رائع للنادي الاسماعيلي طبعا يعني عملوا مباراه من لغايه اخر دقيقه وهم بيلعبوا، لكن النادي الاهلي او مستحوذ، النادي الاهلي بيلعب، النادي الاهلي ضيع، شفنا الكرة بتاعت أيمن أشرف اللي هو القادم من الخلف اللي مسدتها اللي في العارضة، الكرة الثانية الانفرادات، سواء انفرادات مروان محسن، انفرادات أحمد الشيخ، انفرادات أيضا وليد سليمان في النهاية، وليد اللي هي الأخيرة دي اللي جت منها، وإحنا برضو بنقول وجيان برضو في كرة إن هو ضيعها، إحنا بنقول إن فرقة النادي الأهلي فرقة بطولة، فرقة البطولة دي اللي هي بتصبر وتصمد وما يعني تحس انها ما تقولش مش لازم يجي الهدف في الاول، زي ما بالنسبة لضربة الجزاء اكيد دي ضربة جزاء، يعني هي مش عايزة اختلاف عليها، مش عايزة تردد كمان منه، وزاوية الرؤية عنده كويسة جدا، يعني لو احنا هنشوف طبعا الكلام ده هيتكلمه الكابتن ايمن دجيش، لكن زاوية الرؤية عنده واللاعب إذا كنت بقارنها بالبهامي كابتن، معلش هقطع حضرتك ونروح للمؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الأهلي ريني فايلر، ماذا سيقول ريني فايلر عن هذه المباراة؟ اتفضل. مش
Félicitations pour le victoire du match. 3 minutes, évaluation pour le match. Un petit commentaire sur le match. Alors, Ismail, ils ont bien commencé le match, les premières 15 minutes. Ismail, il a commencé le match. On a besoin de ce temps-là pour être dans le match, mais c'était aussi clair parce qu'on a eu quand même beaucoup de changements. وطبعا احتاجنا ربع ساعه عشان نرجع تاني نبدا الماتش نلعب لاعبينا وكان طبيعي لان في لعيبه بتلعب يعني في تغييرات كثيره في التشكيل لعيبه بتلعب لاول مره ما بتلعبش بشكل دوري après 15 ou 20 minutes on a donné une seule occasion à notre adversaire et nous avons quand même créé des occasions à mon avis on a très bien joué on a très bien joué offensivement contre un adversaire qui est aussi fort et à la fin on a gagné ce match là et اول 15 او 20 دقيقه يعني جت فرصه واحده لحد فرصه بس للخصم مقابل كذا فرصه لينا واعتقد ان شايف ان احنا لعبنا كويس قدام خصم لعب كره كويسه وفي الاخر استحقنا الفوز. ثلاث اسئله يا جماعه كده ثلاث اسئله اتفضل اتفضل انا مش عارف انا بعمل ايه كده عشان الشوت تطلع صح انت عايز كده خلاص هسيبه كده اوكي حاضر بس المفروض المدرب اللي فات عندنا اوكي احمد خالد بريت النقطه شو في سي بول فيكتوار ايوه صار حضرتك النهارده شفنا تراجع في مستوى محمد هاني جوردي انا في النيفو الاسماعيلي من الناحيه الشمال بشكل كبير تقييمه لاداء محمد هاني النهارده On a vu que Mohamed Hani, son niveau n'est pas le même, il a un peu diminué. Le témoin que toutes les manières offensives de l'équipe d'Ismaïl, c'était du côté de Mohamed Hani. Qu'est-ce que vous dites du niveau de Mohamed Hani qui a baissé aujourd'hui? Autre chose, une autre question, votre évaluation pour Ali Mahloul après son retour, que vous voyez son retour. D'abord, il a dit quelque chose. Mohamed Hani n'est pas venu. Non, ça, je ne suis pas d'accord. On a aussi les autres équipes avec des bons joueurs, ça c'est clair. Et Ismaïl, ils ont quand même aussi, dans la phase offensive, des joueurs très dangereux. Et comme défenseur, tu ne peux pas gagner tous les duels. Hein. À mon avis, il a fait un match qui est juste. Et, انا مش متفق مع حياتك في حته محمد هاني احنا بنلعب مع فرقه فيها لعيبه كويسه وطبعا كان مدافع عندهم حلول يعني اللعيبه بتاعتهم عندهم حلول وكان مدافع مش ممكن ياخد كل الكور مش ممكن يقطع كل الكور يعني ممكن يبقى يقطع بعض الكور وبعض الكور تعدي من ناحيته زي ما حضرتك بتقول بيعدي من ناحيه محمد هاني ده طبيعي بالنسبه لاي مدافع بس هو شايف ان اداؤه كان كويس النهارده كان اسم كاستر علي معلول وطيب اليسون علي معلول ابري سون روتور كوم فوي لو بيرفورمانس علي معلول alors comme j'ai déjà dit plusieurs fois je répète je vais pas juger des joueurs personnellement je dis de notre équipe de temps en temps je fais une remarque de quelques joueurs je suis content qu'il est de nouveau avec nous mais je vais pas dire des détails sur une performance de joueur بالنسبه لعلي معلول تقييمه بيقولوا ما بيحبش يعمل تقييم يعني على الملأ في مؤتمراته زي ما بيقول حياتك هو بيحب حاجه زي كده بيقولها في كل مؤتمر بيحب يقولها مع داخليا جوه الفريق بس هو سعيد بعودته برجوعه تاني للفريق سؤال تاني دو كيستيون نطمن على كابتن رامي ربيعه C'est grave. Ouais, il a eu des problèmes musculaires et c'était aussi une protection hein, parce qu'on a beaucoup de matchs et c'était le moment aussi de donner des minutes pour la première fois après son absence de Saad. Et oui, c'est une protection, je ne pense pas que c'est si grave. Il y a des problèmes عضليه, des problèmes عضليه et je me suis fait en sorte que je me réveille parce qu'on a beaucoup de matchs après ça et c'était une chance لسعد سمير بقاله فتره بعيده عن الفرقه ان ادي له بعض الوقت ان ينزل وياخد ثقه خصوصا في ماتشات جايه محتاج اللعيبه كلها تبقى جاهزه. فيليسيتاسيون بولو. ميرسي. اخر سؤال؟ اتفضل سؤال. طبعا امبارح من فيليسيتاسيون مع فيكتوار دو جوردي. طبعا الحصول على 21 بوان دو سات ماتش كونسيكتيف سون فوت. دي سيبورتور دو اهلي ومتنون لابيتود كو فوار سون كيب غاني توجور. Quelle est la difficulté à chaque fois, la mission la plus difficile, parce qu'à chaque fois vous devez gagner et le niveau ça augmente. Ismaïl est maintenant. Avec l'accumulation de matchs, comment voyez votre mission avec l'équipe? Alors, vous savez aussi comme moi, le foot est de temps en temps fou. Hein. On demande tout le temps des victoires. Moi, je suis pour ce moment-là très content. Pour tout, je ne regarde pas seulement le résultat, je regarde la progression de tout le monde. Et pour ça, je suis aussi très content. Mais
C'est clair, hein, si tu gagnes, tu as toujours des difficultés encore un peu plus de continuer de gagner. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est le meilleur boulot. Et on va tout le temps faire notre meilleur boulot. Et si on va perdre une fois, c'est aussi le foot, ça c'est la vie. Mais on va essayer de gagner des matchs. بيقول لحضرتك طبعا طبعا انا سعيد بالفوز بس الفوز مش كل حاجه يهمني برضو الاداء ويهمني احس ان في تطور في الاداء الفني ان في تطور فني حصل للعيبه وانا سعيد بده وطبعا طبعا طبيعي اي مدرب عايز يكسب كل الماتشات بس لو حتى حصل هزيمه مره ولا حاجه مش نهايه النادي كره القدم بس احنا نحاول نبذل خساره جهدنا ندي افضل نتائج في الماتشات الجايه عشان كل مره بنكسب المهمه بتبقى اصعب لان بيبقى عليها ضغوط اكتر. كابتن مرشد اتفضل. اتفضل. Félicitations pour le match. Je vous remercie. Félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. 21 points de chaque match. Vous étiez très passionnant avec Marwan Mohsen. Il devait sortir. Il n'avait pas joué un bon match. Pourquoi vous n'avez pas remplacé? Vous avez donné beaucoup de temps. Et vous avez votre point de vue pour le match, le prochain match contre l'État d'Alexandrie. Comment va-t-il le prochain match? Alors, d'abord, comme j'ai déjà dit, je répète encore une fois, je ne vais pas juger des joueurs ici. Ça, c'est un sport avec plusieurs joueurs ensemble et on a toujours des joueurs qui jouent un peu mieux que des autres, mais je ne vais pas juger des joueurs. Des riadas, il y a des joueurs qui jouent mieux que des autres, mais je ne vais pas ده مش معناه ان انا هقيم او هنتقد لعيبه على الملأ. نو غانيون او نو بيردون كوم ايكيب. احنا بنكسب او بنخسر كفريق كامل كلنا مع بعض مش افراد. اون بيزوا تو الموند. ومحتاجين لعيبه كلها تكون موجوده معانا. اي اوجوردي اون غاني سي ماتش لا زافيتير اون هيرو ميتنون اي ا بارتير دو دومان اون فا بريباري لو بروشين ماتش اي جي سا اوسي سا فا اتر تري دور. Le prochain match, mais pour ce soir, on est content pour ce match-là et j'aimerais pas encore discuter des choses qui vont arriver le prochain match. Mais la réalité, aujourd'hui, on est kazbanin, fa farhani, fa bnahtafel bil fouz. On va laisser le match de demain, on va le calculer pour demain le match de l'Etihad. Donc aujourd'hui, je vais vivre ma joie, je suis avec mes joueurs et je vais être heureux. Et demain, je vais penser au match de l'Etihad, quel est le visage pour moi et comment je vais faire pour gagner mon équipe. Puis c'était pour la victoire. De 3 points d'aujourd'hui. On commençait à avoir un record. Elle, de saison 2005-2006, il avait un record, 11 victoires consécutives. Vous êtes 7e victoire, vous vous approchez du record. Vous pouvez casser le record de Manuel José da Silva qui l'a fait en 2005. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un but. Moi, j'ai des autres perspectives, mais je n'ai même pas su ça. Et pour moi, je répète encore une fois, et toujours, d'abord tout, la progression. Hein, de temps en temps, on ne regarde que le résultat, mais comme entraîneur, hein, parce que ça, c'est le sport. De temps en temps, tu as la chance, après, tu as malchance. Pour moi, c'est important comment l'équipe progresse, et pour ça, je suis très content. Je vous dis, même si je ne sais pas cette information, je ne sais pas. Ce n'est pas de mes rêves, ou de mes rêves, c'est le plus important. C'est la première chose que j'ai, c'est le résultat. Et je vais le décider une autre fois. Ce n'est pas juste les résultats, c'est le résultat, mais le tahassun et le développement du technique des joueurs qui se passent de match à match, qui se passent de match à match, et qui se passent de match à match. Et c'est pour moi, c'est le maximum de la vie. شكرا. طيب ده كان كلام المدير الفني ريني فايلر عن مباراه اليوم. كابتن فتحي اعتقد كلام محترم يعني. كلام متزن، كلام فيه ثقه، كلام حاسس ان هو مدرب النادي الاهلي. والنادي الاهلي مدربينه بيختاروا بعنايه، في مثل هذه المواقف بقى انت بتسمع الكلام. وعلى مدار الماتشات وعلى مدار الموسم بتسمع ردود. مؤتمر صحفي ممكن تقيم بيه مدرب، ممكن تقيم بيه مدير فني، من ردوده ومن رد فعله مش بقى فرحان وكسبان وانا اول الدوري وجاي وانتوا يا جماعه مفيش الا انا وسبع رجاله ببعض وعمال بيزعق والكلام ده، لا هو هادي متزن، والهدوء ده بينعكس على اللعيبه حتى اللي بيشوفوه، وبينعكس على المسؤولين برضو يحسوا ان الراجل طول ما انت هادي طول ما انت بتفكر صح. وبالتالي اللعيبه لما ينعكس عليهم المدير الفني بتاعهم بهذا الشكل هي دي طبيعته، حتى هو معاهم في غرفه الملابس وهو معاهم في الملعب، الا اذا كان ساعات بيتنرفز لاخطاء وكده، بس بيكون بينهم وبين بعض مش خارجيا، لانه عارف ان دلوقتي ان بيتكلم الاعلام بيتكلم الملايين اللي هي بتشاهد هذه المباراه. خلي بالك كابتن اسلام، اتفضل يا اسلام. في النقطه دي يعني لجنه التخطيط وهي بتختار المدير الفني
كانت بتشوف ريني فايلر، اكيد بتشوف السي في بتاعه، بتشوف نتائجك في الفرق اللي انت مسكتها. كان من ضمن الحاجات برضو اللي ركزوا عليها جابوا المؤتمرات الصحفيه في المباريات اللي كان بيلعب فيها، شوف رد فعله وبيشوفوا ازاي تعامله ايضا مع الصحافه وكلامه في الصحافه. دي كان من ضمن الحاجات لما انت بتجيب مدرب وعايز تقيمه، ما بتقيموش في ملعب بس، لا انت خارج الملعب برضو مهم جدا. النهارده عجبني ردوده وهو بيحمي اللعيبه، ممكن في لعيب ما يبقاش موفق في المباراه، بس رد فعله انه يقول تقييم اللاعب مش في مؤتمرات صحفيه بينا في غرف مغلقه، فده بيحمي اللعيبه كلها. ممكن يبقى لعيب يعني خارج الخدمه في اليوم دوت، لكن بيديله بيحافظ عليه، فده من ضمن الحاجات المهمه جدا او بتميز ريني فايلر. هدوءه الحقيقه دايما في ردوده وفي المؤتمرات الصحفيه وفي كل المؤتمرات اللي دايما او المؤتمرات الصحفيه اللي بيعملها خلال الفتره. يعني بلال شوط اول الحقيقه اعتقد ان النادي الاهلي الاكثر استحواذا، المباراه لم ترتقي للشكل اللي احنا عايزينه، لكن النادي الاهلي ادى بشكل جيد. بص، النادي الاهلي له طريقه في اللعب، يمكن فايلر برجع في اللعب، هو عايز يستحوذ، عايز يلعب كره جماعيه، نعم، عايز ان هو يصل لمرمى الخصوم بشكل محدد. واحنا شفناه الشوط الاول اتكلمنا عليه، قلنا ان النادي الاهلي من اهم المميزات بتاعته ان هو بيلعب على اطراف الملعب، قدر يوصل بشكل كبير جدا واكتر من كره، ولكن يعني الفينش كان ناقصنا الفينش في الشوط الاول، انك تعمل الكروس جيد، انك تشتغل عليه كويس، ان يبقى فيه التواجد بكثافه جوه ال 18 ما كانتش موجوده الشوط الاول، عشان كده كنا بنروح كتير، يعني الاهلي يروح كتير ولكن ما فيش خطوره على المرمى. يعني انت برضو نفس طريقه اللعب نفس الاداء، يعني قلينا شويه بسبب يمكن النهارده رمضان برضو مش، لا رمضان صبحي مش موجود، وده واحد من اهم العناصر، يعني مع احترامنا كل اللعيبه طبعا كل اللعيبه بتأدي بشكل جيد، ولكن لما يبقى عندي لعيب سوبر ستار يفرق معايا كتير جدا في الماتشات اللي زي دي. ولازم عشان يبقى احنا كمان مقنعين واحنا بنتكلم، ده وضع طبيعي في كل الانديه، لما يبقى عندي واحد هو الافضل في مصر في هذا التوقيت ومبقاش موجود عندك النهارده، اكيد هيعمل دروب نوعا ما في الاداء. لا كمان وجود يعني وجود اللاعب اللي بيلعب مكانه عبل ما ياخد الوقت، يعني احمد الشيخ حتى هو الراجل قال هذا الكلام في المؤتمر. خد بالك يا اسلام، احنا لما بنقول كده احنا مش بنلقي اللوم على احمد الشيخ على الاطلاق، احمد الشيخ برضو ادى اداء جيد في حدود الغياب الكبير اللي غابه احمد الشيخ عن النادي الاهلي، يعني اداؤه مقبول بالنسبه لنا، ولكن انت بتتكلم على مستوى ثابت للنادي الاهلي، ودي اول مباراه يمكن رمضان صبحي يغيب فيها عن النادي الاهلي، فاكيد وضع طبيعي ان الاداء برضو هيتاثر نوعا ما الاداء الهجومي، ولكن الاهلي قدر يوصل، قدر يستحوذ، قدر يكون له شكل هجومي النهارده. اعتقد لو شفنا الاحصائيات هتلاقي كم كره النادي الاهلي، كم شوطه على الجول، كم باص، المس باص قليل، ولكن انت برضو بتشتغل مع فرقه مش قليله، الاسماعيلي برضو فرقه كبيره، النهارده كانوا متزنين جدا دفاعيا، وزي ما اتكلمنا قلنا استنى ان هم بيلعبوا دفاع نص ملعب وبيعتمدوا على الكرات الطويله السريعه، ده الشغل اللي اشتغل عليه النهارده كابتن ادم الاستحضار، لانه عارف طريقه النادي الاهلي، عارف ان النادي الاهلي عنده نقاط قوه كبيره جدا تتمثل في الباكين وفي الطرفين بتوعه، وعارف ان نقاط ممكن يبقى نقاط الضعف للنادي الاهلي في الحالات الهجوميه انه يلعب ان هو يستغل الكاونتر اتاك ورا الاثنين الباكين، واشتغل عليها النهارده بشكل جيد، يعني حاول بقدر الامكان انه يشتغل عليها، ثبت عبد الرحمن مجدي في الناحيه الهجوميه عشان خاطر يبقى هو ده اللعيب اللي بينقله النقله الهجوميه، برده اللعيب الثاني بيكيتي سيلفا انا شايف انه ادى مباراه النهارده جيده في حدود امكانياته، هو لعيب عنده سرعه وعنده قوه ولكن برده ما عندوش المهاره، محمد هاني برده النهارده كان لوحده فترات كتير لوحده فترات كتير، ودي كانت مشكله برده للنادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه، ولكن اداء الاهلي كان مقبول الشوط الاول، الشوط الثاني اتغير الاداء بشكل جيد جدا، لا استحواذ ايجابي، فرص شفناها على الجول عشان اللعيبه دخلت بلال، اللعيبه اللي كانت اللي بتلعب بدل اللعيبه المصابه سواء عمرو السوليه او احمد فتحي او رمضان صبحي، دول اللي كانوا موجودين في اخر مباراه وخرجوا ولعب مكانهم هاني واليو ديانج واحمد الشيخ، اعتقد دخلوا بقى في الشوط الثاني طبيعي. انك بص خد بالك برضو البعد شويه اسلام بيدي شويه رهبه، بيدي شويه قلق، خاصه ان انت مين اللي بيلعب مكاني، اللعيب خد بالك اللي بيبقى احتياطي وينزل او بقى ما بيشاركش بشكل مستمر وينزل ياخد فرصه، بيبقى قلقان رقم واحد انه بيلعب على لعيب هو اساسي بقى له فتره طويله. ايوه تمام، فده بتدي له نوع من انواع القلق شويه، الرهبه اللي هي بدايات المباراه، حمى البدايات زي ما بيقولوا، يعني لما بيدخل في اجواء المباراه الامور بالنسبه له بتتحسن كتير، وده اللي حصل. الشيخ يمكن الحقيقه الشوط الثاني عمل اكتر من واحده، الشيخ بس لو عنده
توفيق كان ممكن يسجل هدفين احمد الشيخ لوحده الشوط الثاني. لو في توفيق كمان لمروان محسن كان ممكن يسجل الهدف الانفراد اللي حصل. فالشوط الثاني الاهلي افضل بكتير جدا، المساحات اتفتحت. انت كمان استحاله يبقى في فرقه في العالم بتقدر تشتغل على حته الزون ديفنس دي وان هي تراقب طول 90 دقيقه. اكيد في وقت من الاوقات هتفقد التركيز بتاعها، الوضع طبيعي. وده اللي كان ممكن يستغله نادي، استغله في الاختراق، استغله في صناعه الفرص، ولكن ما قدرناش نستغله في احراز الاهداف. اسامه النهارده اليو ديانجو ومحمد مجدي قفشه وخط الوسط بالكامل، يعني نعتبر ان الثلاثي الهجومي اللي قدامهم كمان في خط الوسط اعتقد ادوا دور متميز في مباراه اليوم. ديانج النهارده عوض غياب السوليه. في البدايه مبروك طبعا ثلاث نقاط للنادي الاهلي اللي يستحقهم النادي الاهلي النهارده، واللي حسم المباراه خبره لاعبي النادي الاهلي. خط الوسط كان ليه دور مهم النهارده خاصه في الشوط الثاني. الشوط الاول كان الخطوط متباعده شويه، فكان دايما الكره الثانيه بتبقى من نصيب لاعبي الاسماعيلي، لكن الشوط الثاني تقاربت الخطوط. ديانج النهارده انا بعتبره نجم المباراه، يعني عمل مباراه النهارده كويسه جدا. كان هو الوحيد اللي كان بيفسد دايما هجمات الاسماعيلي او في عمليه قطع الكرات في وسط الملعب، كان قام بيها بدور كبير. قفشه برضو النهارده كان رمانه الاتزان في نص الملعب، كان دايما هو اللي بيربط الخطوط، دايما هو اللي عنده الحلول، هو اللي كان دايما حتى لو شفنا في فرصه الهدف هو اللي عملها لمحمد هاني بره، ولما الشيخ والشيخ عملها لهنا الكره اتجمعت في الحته دي. فكان دايما قفشه يعني رابط الخطوط مع بعضها. طبعا الشوط الثاني مع نزول وليد سليمان كمان في حته وسط الملعب قدامهم ادى كمان افضليه لنص الملعب، كمان التكمله الهجوميه اللي جه اللي كان بيجي دايما وليد سليمان من نص الملعب دي ادت افضليه للنادي الاهلي. النهارده لو شفنا الهدف اللي جابه النادي الاهلي دي يعني تحس ان الكوره خبره وليد سليمان، يعني الكوره حطها حته الارض دي وفي زاويه بعيده عن حارس مرمى الاسماعيلي محمد مجدي، فهي في نقطه بعيده. نفس الكره دي جت لمحمد الشناوي، لكن هنا الطول بيفرق في حراسه المرمى. محمد مجدي حارس مرمى مميز لكن القصر شويه ممكن ما قدرش يجيبها. الشناوي في الشوط الاول نفس اللعبه اللي حطها بكيت اللي حطها سيلفا بكيت سيلفا، نفس الكره في مكان صعب جدا، لكن الطول بتاع محمد الشناوي اداله الافضليه انه يعمل تراي عليها ويطلعها بسهوله. فهنا حته حراسه المرمى، لكن النادي الاهلي خط الوسط النهارده أدى بشكل مميز جدا. كان عملية الاستحواذ اللي بتميز النادي الأهلي كانت موجودة وبشكل كبير، وعملية الاستحواذ دي دايما بتخلق من خلال الفرص. النهاردة الإسماعيلي برضو بنحييه أدى مباراة جيدة، في لعيبة كان عندها حماس كبير معظم المباراة، جري وجري كتير النهاردة، لكن خبرة لاعبي النادي الأهلي النهاردة كان ليها دور يعني مهم جدا في المباراة، خاصة زي ما بقولك خلق الفرص. النهاردة لو شفنا الفرص اللي عملها لاعبي النادي الاهلي وخاصه لاعبي الوسط هتلاقي النادي الاهلي راح بفرص كتير وبفرص اهداف محققه جدا النهارده. تمام. كابتن فتحي ايضا النادي الاهلي دائما ما يعتمد على الاطراف النهارده، سواء محمد هاني او علي معلول او من امامهم الشيخ، والناحيه الثانيه كان حسين الشحات في التبادل مع جونيور اجاييه لغايه لما نزل لما خرج مروان محسن ولعب اجاييه كراس حربه. شفت الاتزان في الموضوع ده ازاي؟ بمعنى ان احمد الشيخ مع محمد هاني والناحيه الثانيه علي معلول مع اغلب الوقت حسين الشحات. فبس نقطه نضيفها على الشناوي بالنسبه للكابتن اسامه اللي بيقولها، ان هو الطول مش طول فقط، هو الطول مع الخبره والمهاره يعني هي اللي خلته، يعني مش كل حراس المرمى الطوال. سمير يجيبها لنا كابتن يعني مش كل حراس المرمى الطوال يقدروا يجيبوا كره زي دي. يعني مش شرط ان انا طويل عشان اجيبها، هو لازم اتميز بالمهاره ويكون عندي خبره. فده اللي احنا قلنا عليه، ان فرقه الاهلي فيها خبره زائد مهاره الشناوي زائد الطول اللي بيقول عليه كابتن اسامه، دي الثلاث حاجات او الثلاث عناصر اللي بيساعدوا لاعب او بيساعدوا حارس مرمى يشيل كوره من اقصى يعني من ال 18 من حته، يعني بيقول لك زاويه الشيطان دي اللي دايما التونسيين يقولوها، ان الزاويه دي زاويه صعبه جدا ان ما حدش يقدر يروح لها. فمعنى ان هو راح لها طوله ساعده،
بس اصلا هو عنده مهاره وخبره في ان ازاي الاثنين يقدروا يكملوا النقطه بتاعه الكره. ثنائيات بقى يا كابتن محمد نيجي بقى للثنائيات الشيخ والناحيه الثانيه علي معلول واكتر كان متواجد في الشحن. شفنا كم الكور العرضيه اللي اترفعت بس لم تستغل لان قله الكثافه الهجوميه في المنطقه دي ما كانتش زي كل مباراه عندنا. يعني كان مروان محسن لوحده كانش في حد يعني الكثافه دي كانت بتلاقي عندنا كانت دايما بتلاقي لاعيبه نادي اسماعيلي. واخطر حاجه يا كابتن سامي انك كابتن الكره برضو لو حابب تشبهها اسامه شوف الكره دي اللي هو لعبها بدماغه شوف الشناوي بقى جايبها منين يعني حتى لو هتتعاد تاني لو سمحت سمير يعيدها لنا اتبنى عن قرب كمان في الزاويه يعني الزاويه انت هتشوف الزاويه فين وهو ماسك شعره لان مش مصدق ان حارس مرمى يجيبها. لكن حارس طويل لكن عنده المهاره وعنده الخبره. خلي بالك دي برضو لعبه المباراه انت النهارده نتيجه 0-0 وفي الشوط الثاني هنا هتبان اكتر. بص هنا شوف راحه فين راحه في زاويه بعيده خد خطوه تحت كابتن فتحي الخطوه دي هي اللي اديته الدفعه انه يطلع الكره بالشكل ده. ما هي دي خطوه الخبره وخطوه الخبره واللياقه ان هو كده مع الطول خلاص قدر يقطعها. خلي بالك الانديه الكبيره دايما ما بيبقاش عليها هجوم كتير هي بتبقى لعبه واحده في المباراه بتبين لك الحارس دوت. فما شاء الله الشناوي النهارده يعني زي لما بنتكلم عن ديانج وبنتكلم عن قفشه فالنهارده محمد الشناوي يعتبر من نجوم المباراه النهارده. انا بيفكرني بالحضري في 2004 2005 لو تفتكر نفس الكلام يعني الكره اللي كانت بتروح كان بتبقى صعبه جدا عليه بس كان بيمسكها جات له كتير يعني وهو جاله كور كتير يعني تمام شكرا سامي. اخطر حاجه كباتن انك تلاعب فرقه صغيره اسمائها مش لامعه مش معلمه صغيره سنا يعني صغيره لا مش قصدي فرقه صغيره يعني فرقه يعني فريق الاسماعيلي معظم لعيبته قلنا 23 سنه ونص معظمهم صغيرين. الصغير ده ما بيخافش لان اسمه لسه ما اتصنعش فهو مش خايف يعني يخش عليك مش خايف انك ترقصه بيشترك معك عارف انه بيخش جامد مش همه انت مين مش فارقه معاه. لكن انت كلاعب انت اعلى بقى لو انت لعيب قدامك لعيب كبير انت هتعمل له حساب برضه كلاعب بتعمل للاعب اللي قدامك حساب ما بتخافش منه انه يرقصك لانه لعيب كبير فما بتتضايقش وما بترقص او لما بتروح عليه وبتشترك في كوره انت حاسس انك بتشترك مع نجم كبير فانت هتبقى نجم. فدي جابتهم تحت يعني دي اللي قللت شويه او دي كان خطوره النادي الاهلي ان يلاعب فرقه متوسط اعمارها 23 سنه ونص اسماعيلي مع احترامي لفرقه الاسماعيلي ادائها متميز جدا واداء عالي جدا. واحنا قلناها في الاول لو لاعب الاسماعيلي بهذه الروح وبهذا الاداء من اول الدوري ما كانش يبقى موضوعه في هذا الموقف. اتعادل اربع مباريات وخسر اربع مباريات غير ماتش الاهلي. طب التعادل اربعه وخساره اربعه دي مش ممكن ازاي يعني فرقه ما جابتش نسبه اهدافها. بس ده ادهم السلحفاه كابتن اسلام برضو اضاف للفريق الاسماعيلي صراحه واضح خاصه المباراه الثالثه على التوالي دي وخلي بالك بيلعب زي ما انت قلت بجراه وبشكل متميز هم يعني نشوف اول الانتشار يعني انتشار اول ما بيقطعوا الكوره بينتشروا بيبقى في شكل هجومي لهم يعني مش انهم بيقطعوا يرموها وخلاص. فدي بص يا كابتن بص انا برضو معلش يا اسلام اتفضل ليه وجهه نظر الاسماعيلي مش دي الكوره بتاعته يعني مش دي الكوره بتاعت النادي الاسماعيلي امكانيات اللعيبه هو بيلعب قدام النادي الاهلي امكانيات اللعيبه برضه ما هو بص يا كابتن انت يعني انا كمدير فني او انا كنادي هجيب لعيبه منين هم دول يبقى انا ليا شكل وليا ستايل يعني تمام الشكل والستايل مش موجود بتاعنا الاسماعيلي انت بتلعب النهارده الاسماعيلي فرقه جيده النهارده ادت مباراه في حدود الامكانيات جيده في حدود الامكانيات يعني انت النهارده المباراه مش يعني لم ترتقي للديربي الكبير ما بين الاهلي والاسماعيلي انت فرقه بتهاجم وفرقه بتحاول تلعب على الكاونتر اتاك عشان برضه نبقى احنا بنتكلم كلام يعني منطقي. النادي الاهلي النهارده بيستحوذ وبيحاول نوصل للمرمى اضاع اكثر من فرصه يمكن الاسماعيلي طول المباراه كره واحده فقط اللي احنا بنتكلم عليها دي كره اللي هي خرجه الشوطيه الكره الوحيده اللي ما بين القائمين الانتارجت هي الوحيده. لكن باقي المباراه انت بتحاول انك تصنع هجمه مرتده سريعه طول المباراه ما بتلعبش ما بتشتغلش ما بتلعبش جيم. خلي بالك يا بلال كل اللي بيحصل هنا في مصر تحديدا اللي بيلعب النادي الاهلي بيلعب بهذا الشكل باستثناء فرقه او اثنين
ماشي خلاص. ما انت اصلا احنا بنتكلم عن النادي الاسماعيلي، انا معاك في دي. اه على النادي الاسماعيلي طبعا، بتكلم عن امكانيات لاعيبه النادي الاسماعيلي يا كابتن بلال. امكانياتهم لاعب عنده 22 سنه او 23 سنه، ده النهارده في احمد ايمن 97، امكانياتهم قليله 98 يعني امكانياتهم. فهو المدرب 99 مش، انا من وجهه نظري يا كابتن امكانيات مش قليله، لان النادي الاسماعيلي قليله خبره، ولكن اقل خبره. اه قليله خبره. انا بص حابب كلمه خبرات، لكن انا بكلمك في اسم النادي الاسماعيلي وطريقه اداء اللي احنا اللي اعتدنا عليها دايما. يعني احنا خد بالك احنا مباراه اللي احنا كسبناها 6 في الاسماعيليه جيم مفتوح، بنلعب جيم مفتوح يعني طول المباراه. الاهلي كسبان 6 لكن المباراه رايحه جايه مفتوح، هم بيضيعوا فرص واحنا بنسجل، وهم بيضيعوا واحنا بنسجل يعني. بس لكن كان في اللعيبه اللي قبل كده كانوا لعيبه عاليين، امكانيات عاليه، خبرات عاليه يعني. عشان يعني مش عايزين نقارن على المستوى. لا يا كابتن انا مش بقارن يا كابتن فتحي، بس انا عايز اوصل لك فكره ان هو هو اشتغل على قد الامكانيات الموجوده بالزبط. بس مش دي قدرات الاسماعيلي يعني كنادي اسماعيلي. يعني احنا نتمنى نشوف الاسماعيلي افضل ان شاء الله باذن الله يعني. عايز اقول لا 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 فهو يعني احنا برضو ما نقللش كلنا يعني كل كلامنا. النادي الاسماعيلي نادي طبعًا. نادي كبير، نادي محترم، سيظل يا كابتن النادي الاسماعيلي الضلع الثالث في كره القدم المصريه مهما حصل. برازيل ومهما انديه طلعت ومهما حصل هيظل النادي الاسماعيلي. يقولوا برازيل مصر التاريخ. لا يعني خلي بالك احنا واحنا بنتكلم عن كابتن ادم اللي حضره وبنشيد بيه، برضو عمل حاجه ركبت النادي الاهلي الجيم اكتر، هو خروج عبد الرحمن مجدي النهارده. عبد الرحمن مجدي كان عامل جبهه ناحيه علي معلول وشغال مع احمد ايمن شغل كويس جدا. خروجه حتى هو لما بعد ما خرج من الناحيه الثانيه تحس انه كان متضايق وكان زعلان، ممكن خارج برضه الاصابه خارج الاجهاد. لا هو حس ان هو كويس في الملعب، بس لكن التغييره دي فرقت اكتر مع النادي الاهلي في نص الملعب كمان. بس كابتن اسامة بقى عايزين نعرف اي تغيير طالما ما جناش السبب، ما يعني مش عايزين نحكم على ممكن يكون مصاب، يمكن يكون مصاب، يمكن لان لاعب متميز زي انت قلت هو كمان برضو فكره راح يسيبه. بس اكيد عنده حاجه، هو متضايق انه اصيب فعشان كده هو خرج. لا بس يعني ما كانش مصاب. لا طيب بس عايزين نرجع. طب كابتن فتحي عايزين نرجع بلال للنادي الاهلي مره ثانيه. انا كنت بسال الكابتن فتحي عن الثنائيات ما بين محمد هاني واحمد الشيخ، والناحيه الثانيه ما بين علي معلول و حسين الشحات في اغلب الوقت او اجاي. بص حسين الشحات النهارده وعلي معلول هتكلم، لان دي هي دايما الجبهه الشماليه، هي دايما الجبهه الاقوى هجوميا على الرغم من الهدف جه من ناحيه اليمين، رغم ان الهدف جه من ناحيه اليمين، لكن هي دايما اعتدنا في النادي الاهلي ان الجبهه الشماليه هي الجبهه الاقوى هجوميا. ولكن النهارده كان في دور لحسين الشحات دور مختلف شويه. يعني شفت ان حسين الشحات مايل لرقم 10 النهارده في الملعب، دور البلاي ميكر، عايز صانع الالعاب، اللي عايز يعمل الثرو باسز، عشان كده قللت شويه من خطوره النادي الاهلي في الحته دي. يعني النهارده ناحيه الشمال، ناحيه الشمال قللت من الخطوره. يعني اي هو كان سايب مدي مساحات كتيره جدا لعلي معلول يتحرك، لان علي معلول في اكتر من كوره راح وعمل اكتر من عرضيه الشوط الاول وكانت واضحه جدا. ولكن وجود حسين الشحات بالمهاره والسرعه المعتاده عليها كان ممكن يفرق في مع النادي الاهلي كتير جدا في الشوط الاول والشوط الثاني كمان. لو كان بيلعب في الحته دي كان ممكن يضم لجوه ويطلع لبره، لكن احنا شفناه كتير جدا. يعني مثلا حسين الشحات واحده دي من ضمن الكرات اللي كانت موجود، بس كان قايم بدور النهارده البلاي ميكر في النادي الاهلي، ما كانش بيقوم بالدور اللي احنا شفناه قبل كده. وكان او ممكن يكون عشان هو غير النهارده طريقه لعبه او غير مركزه. حسين شحات بنعتاد ان هو بيلعب ناحيه اليمين مع محمد هاني، هو دول الثنائيات اللي كانت بتحصل. فتغييره مركزه النهارده اعتقد ان هي هجوميا قللت شويه من النادي. احمد الشيخ برضه هقول على قدر ان هو لسه جاي من بعيد برضه، لكن اداء النهارده رائع جدا. لما لعيب النهارده يكون بيلعب مباراه زي الاسماعيلي، مباراه كبيره، ويروح النهارده ثلاث اربع مرات للجول، اعتقد ان ده حاجه تحسب له. التهديف او استغلال الفرص ممكن تكون مشكله شويه النهارده، لكن عمل واحده الشوط الاول حلوه جدا، الكره اللي عملها بليسنج في البعيده وخد يمكن يعني اعتقد لو رجله في الملعب على طول كانت كان ممكن يسجل. لعيب كويس، امكانيات كويسه، ادى دور النهارده جيد في حدود برضو الغيابات اللي غابها او حدود عدم المشاركه الكتيره اللي ما بيشاركهاش. ولكن النهارده برضو عمل واحده لمروان محسن كانت رائعه جدا جدا، رائعه جدا يعني، عملها وان تاتش رائعه جدا يا اسلام. يعني واحد دي يعني تنم على ان واحد عنده مهاره كابتن، عنده فكر داخل الملعب لو ايجابي كمان على الجول على طول بيلعب على الجول على طول. هي دي بصراحه يعني فكره رائعه جدا ورؤيه جميله. بلال مروان كان ممكن يعني يحطها احسن من كده بكتير. هو استعجل فيه هنا. بص استعجل هنا الخطا عند مروان، هو استعجل. دي مش بدلك يعني، دي في حاجات تبقى يعني عدم توفيق، وفي حاجات سوء استغلال للفرصه.
دي انا بشوفها سوء استغلال الفرصه. يعني مروان اي حته على الارض جول، اي حته على الارض، بص يمين شمال، لا اي حته على الارض، لا يمين اكتر كره تاخد الكيرف وتطلع بره، يبقى لازم على شمال الجول، لازم على شمال، على شمال الجول كده. لو على شمال الجول كره جايه من بره لجوه، وعلى الارض يا اسامه في اي حته كره من بره لجوه، بس برده على شمال، بس برده يا جماعه خلينا نقول ان بعد مروان عن المباريات نفس الموضوع، نفس الموضوع بتاع عشان بس الناس ما تحملش، لا لا نفس الموضوع ما بنحملوش، لا لا هو لا مش عشان انا سامع كل الاسئله يعني حتى الناس بتسال الصحفيين اللي موجودين في المؤتمر الصحفي بيسالوه عن مستوى مروان، ولكن بعده عن الملعب وانتوا اساتذه كبار في اماكنكم وفي نفس المكان راس حربه، فبالتالي تقدر تقول لنا ان البعد عن الملعب، البعد خلاه يستعجل، يعني هو خاف انها تضيع فهو حب يخلص منها بسرعه، لكن هو لو قديم وبقاله مده وبيلعب وراكز في الملعب الكره دي هيهدى، هيعرف ان الحارس اتحرك، هو لعبها ومش عشان كده حط فيها قوه اكتر من حاطط فيها قوه على ان الحارس مش بره، هو شايف الكوره لو راحتها تاني هتلاقيه مركز على ان الحارس لسه ما طلعش فهو بيحطها، لكن هو الحارس طلع، هو ده اللي يفرق بقى، اللعيب اللي هو في الملعب رجله في الملعب كتير دايما ابص للحارس قبل ما العب الكوره، لكن هو باصص للكوره وبعد كده بص للحارس طلع له بره، هو كمان يا كابتن حساب له التحرك الايجابي بصراحه، يعني هو بالظبط كده التحرك الايجابي بتاعه، يعني هي فيها ان هم الحاجه متفق عليها ما بينه وما بين شيء من التسرع، شيء من التسرع، وشيء من التسرع ده ناتج عن قله لعبه في المباريات والانفرادات اللي زي دي. برضو ان لو قعدنا بصينا على الفتره اللي فاتت مثلا، محمود وحيد لما لعب اول مباراه كان كويس، تاني مباراه كان افضل، تالت مباراه كان افضل وافضل، زيد طبعا مع المباراه، ده اللي انا قصدي اقوله ان اللاعب اللي بيبقى جاي من بعيد اول مباراه بيحاول يادي على طبعا اكتر حاجه، تاني مباراه خلي بالك المهاجم مختلف كمان جدا، يعني واحد زي محمود وحيد بيعتمد على الجري الطولي، الاشتراكات، التغطيات، انه يقطع كروسات حتى لو هيعمل كروس من بعيد، لكن الهداف او المهاجم مش عنده، المهاجم عنده محتاج حسيه التهديف، حسيه التهديف بتيجي، او حسيه التهديف بتيجي من كتر اللعب، بتيجي رجليه في الملعب على طول، كره زي دي ده هو رجليه في الملعب على طول وهو مغمض عارف هيحطها ازاي، رجل بيقول لك المكنه شغاله على طول. لكن برضو يعني البعد عن المباريات بيأثر اكيد، لكن عجبني فايلر ان هو عنده ثقه في اللعيبه كلها، يعني النهارده بيبقى لاحمد الشيخ بالرغم ان هو بيضيع مفيش مشكله، احمد الشيخ موجود في الملعب. عجبني اكتر كمان عشان يعني ندي فايلر حقه، النهارده بيعمل رقم كبير، النادي الاهلي بيفوز للمباراه السابعه على التوالي، بتتكلم النهارده 19 هدف وسجلتهم ودخل مرماك هدف واحد في تغييره وليد ازارو في الدقيقه 87 يا كابتن فتحي، والنادي الاهلي متقدم 1-0، بيخرج حسين الشحات وبينزل وليد ازارو، اي مدرب تاني ممكن يقول لك اطلع حسين الشحات وازود الكثافه في نص الملعب عندي حسام عاشور واقفل ويبقى الخطوط متقاربه والعب على واحده مرتده تانية، لا ده النهارده عنده الجراه الهجوميه بيطلع واحد زي حسين شحات وينزل وليد ازارو اللي هيلعب جنب اجاي عشان يزود الناحيه الهجوميه، فهو لا ده ممكن عايز يقول لك الاسماعيلي انا كسبت واحد عايز ازود الهدف الثاني، خاصه ان بقت في مساحات في ظهر نادي الاسماعيلي، فده يعني بنحيي فايلر على ادارته المباراه النهارده وايضا على تغييراته وايضا على ثقته في اللعيبه، ان ممكن يبكي على لعيب ممكن ما بقاش موفق عشان يديله الثقه اكتر خلال الفتره الجايه. التغيير نفسي، التغيير الاخير ده له جانب نفسي جامد جدا، وبتعامل نفسيا ازاي لما بطلع احمد الشيخ، فبطلعه ياخد الجمهور مثلا اللي موجود او اللي حد او الكاميرا او الناس تكلم انها تشجعه، يحس ان كان نجم من اللي عنده، قصدي حسين الشحات، وطلع حسين الشحات فدي بتديله، وبينزل ازارو عاوز يشركه في الفوز، هو الماتش يشركه في الفوز وقد يكون تجهيز للمباراه القادمه، يحسسه ان انت جزء مننا، انت مش بعيد عن الفرقه لكن انت بفرقه، وحسين الشحات انك طالع انت مش طالع لانك وحش، انت طالع لانك نجم، فدايما تاخد اللقطه انك الكاميرا مركزه عليك وانت بس كده خارج، فده احد النجوم، ممكن تعامل نفسي في التغيير ده بغض النظر لا ده تعب ولا ده هيأدي لان مش هيلحقوا في الثلاث دقايق. سامع قال برضو جمله مهمه جدا ان هو طالما تغيير هجومي، تغيير يعني كان ممكن اي حد تاني يلعب اي حد في نص الملعب يقفل بالظبط، لا ما هي اضافه للتغيير الهجومي ان هو ما ممكن برضو يطلع حسين الشحات وينزل واحد مدافع يعني، لكن زي ما سامع بيقول ان منزل تغيير هجومي، فهو بيتعامل نفسي مع الاثنين لعيبه، مع ازارو ان انا محتاجك، ان انا عايزك، ان انت جزء من الفرقه
خش وافرح معاهم. مش عايز يبعدوا يا كابتن، مش عايز في نفس الوقت. وفي نفس الوقت عندنا حسين الشحات، انت حسين طالع خد اللقطه انت لوحدك، هتلاقي الكاميرا عليك، انت مركز لوحدك لانك انت نجم الفرقه النهارده. طيب خلينا اقول لحضراتكم ان رامي ربيعه عنده شد خفيف في العضله الخلفيه، كلام من دكتور خالد محمود دكتور وطبيب النادي الاهلي، عنده شد خفيف في العضله الخلفيه وكان يريد استكمال المباراه، ولكن ريني فايلر لانه هناك تتابع في المباراه خلال الفتره القادمه، وبالتالي يعني خلى سعد سمير هو اللي يلعب ويدخل سعد سمير كمان في المباراة. ده كلام برضو قاله ريني فايلر في المؤتمر الصحفي، ولكن شد خفيف جدا إن شاء الله لا يتعدى اليومين ثلاثة يعني، أو الله أعلم ممكن يبقى أقل من كده، لكن ده بكرة إن شاء الله هتبان كل هذه الأمور. كابتن بلال أيضا النهاردة رامي ربيعة وأيمن أشرف كان لهم دور رائع جدا سواء في الناحية الهجومية، أنا آسف في الناحية الدفاعية أو كمان الناحية الهجومية. بص خلينا نتكلم عن الناحية الهجومية الأول. يمكن الأهلي الفترة الأخيرة التحضير الجيد يعني يمكن بناء الهجمة واللي بيشترك فيها الاثنين سواء كان رامي ربيعة أو أيمن أشرف الحقيقة بيقوموا بدور جيد جدا في تحضير في عملية بناء الهجمة، ودي حاجة يعني مهمة جدا بالنسبة للفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة دايما يا كابتن بتحب إن هي تبتدي الهجمة من تحت، تبتدي تحضر، خاصة لما يكون عندك اثنين في نص ملعب عندهم إمكانيات جيدة. فالاثنين الدور اللي بيعمله رامي ربيعه والدور اللي بيعمله ايمن اشرف دور مهم جدا جدا في بناء الهجمات، لانك انت بتستغل واحد بتعمل زياده عدديه لما واحد من الاثنين بيخرج يبتدي يحضر الهجمه ويكمل مع لعيبه نص ملعب، تبتدي يبقى عندك زياده عدديه ما يبقاش عندك مشكله، تبتدي قبلك واحد نص ملعب فبيفضي واحد ثاني من اللعيبه اللي عندك في نص ملعب بتاعك، فيبتدي عندك زياده عدديه تشتغل من خلالها. فالنهارده الاثنين كورتهم حلوه، عندهم كرات في الناحيه الدفاعيه، كمان عندهم سرعات. يمكن رامي ربيعه النهارده واحد ضد واحد كل الكور يمكن اللي فيها يعني لونج سبرنت او حتى شورت سبرنت هو اسرع، قوي جدا جسمانيا، الكرات العاليه. يمكن انا يمكن بحيي برضو ايمن اشرف برغم ان هو مش طويل قوي، ولكن الكرات العرضيه العاليه تمركزه جيد، توقعه جيد، فالاثنين بيأدوا اداء شكل جيد جدا يعني. وان كنا برضو بنلتمس العذر لايمن اشرف لان ده في الاصل مش مكانه، يعني ده مش مكان ايمن اشرف، هو لعب فيه مضطر في كتير من الاوقات، ولكن اداؤه جيد مع النادي الاهلي، واضح من النتائج واضح من الارقام يا كابتن، جره التسديد طبعا. انت شوف الكره اللي سددها من كان الواضح هدف. النهارده سبا ان في تعليمات بالتسديد يعني علي ديانج اول اللي بيمسك الكره بيشوط، مجدي قفشه نفس الكلام، ايمن اشرف حسين الشحات من ورا، حسين الشحات ما خلي بالك يعني من اهم مفاتيح اللعب اللي النادي الاهلي ممكن يستغلها. احنا بنقول الاطراف، بنقول بينيات من قفشه، السوليه افتتح الموضوع ده مباراه حرس الحدود، وفايلر اكيد مأكد على اللعيبه. هتلاقي فرق كتير في الدوري الممتاز زي ما انت قلت ممكن فرقه وفرقتين يهاجموا النادي الاهلي، لكن هتلاقي في تكتلات في مباريات كتير. اهم الاسلحه اللي تحل التكتلات دي النهارده التصويب، ده مهم جدا، خاصه ان عندك قفشه رجليه مظبوطه على الجول، حسين الشحات برضو بيسدد، عندك السوليه لما بيكون موجود كمان، ايمن اشرف النهارده الزياده ما شاء الله، الكره كان فيها مهاره عاليه جدا، وبنحيي محمد مجدي حارس المرمى يعني شالها او جت في العارضه، جت في العارضه يعني كوره لو في المرمى كان يبقى من احلى اهداف الحقيقه. من اكتر الحاجات كمان اللي عجبتني الروح الرياضيه الواضحه جدا ما بين اللاعبين داخل الملعب، كانت حاجه ممتعه جدا، وهو ده اللي احنا عايزينه خلال الفتره اللي جايه من اللاعبين جوه ارض الملعب، علشان ان شاء الله لما الجمهور يعود تبقى هناك ايضا روح رياضيه في المدرجات. كابتن فتحي انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن بلال، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، والف مبروك طبعا، ثلاث نقاط هامه جدا استطاع ان يضيفها النادي الاهلي في رصيده، ويتصدر جدول الدوري العام ب 21 نقطه من 7 مباريات. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ان شاء الله هستقبل دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه الكبيرين الاهلي والاسماعيلي. ازيك يا دكتور والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله واثق الخطوه يمشي مالكا، الحمد لله النادي الاهلي الفوز السابع على التوالي في صداره الدوري 21 نقطه، دايما الفوز المتتالي بيقلل دايما من عزيمه المنافسين اللي هو المتنافسين معاك على الصداره، مهم جدا دايما الفوز المتتالي،
النهارده النادي الاهلي كالعاده اقوى خط هجوم برصيد 19 هدف، اقوى خط دفاع استقبل الشباك وهدف واحد بس، كمان 6 كلين شيت من 7 مباريات، رقم كويس جدا. يمكن الشوط الاول فارق شويه، الشوط الاول عن الشوط الثاني، الشوط الثاني اتحسننا كتير. الفرق ان الشوط الاول احنا كنا رد الفعل للاسماعيلي، الشوط الثاني احنا الفعل، فده الفرق. في يمكن الاسماعيلي كمان تحيه للمدير الفني بتاعهم ادهم، كابتن ادهم السلحدار، عمل ستاره دفاعيه في وسط الملعب بشكل مميز جدا. يمكن ده كان المنظر بالظبط، الثلاثه على الثلاثه، همام ماسك اليو ديونج بيلعب عليه مان تو مان، اللي هي طريقه المان تو مان في وسط الملعب، وكذلك حسين الشحات وامان من دونجا ومن مخلوف محمد مخلوف بنفس الشكل ده. فنوعا ما مع ان احنا كنا رد فعل في الشوط الاول، يمكن النادي الاهلي اول مره كان يكون رد فعل تحديدا في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني مع الخنقه في وسط الملعب ديت ونزول لعيب بخبرات وليد سليمان، وبدانا نلعب على الاطراف والاطراف تشتغل بشكل كويس عشان تحل المشكله الترسانه الدفاعيه او الستاره الدفاعيه اللي كان عاملها مدرب الاسماعيلي في الشوط الاول، نجحت. النهارده استحواذ النادي الاهلي كان 56% مقابل 44% للنادي الاسماعيلي. عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 382 مقابل 209 للنادي الاسماعيلي. عدد المحاولات كمان بتاع النادي الاهلي اكتر، 13 محاوله منهم 3 صح، والنادي الاسماعيلي 7 منهم برضو 3 صح. يمكن النادي الاهلي فرق الخبرات، ودايما حتى ممكن ما يكونش الاداء الطب، ولكن الفريق الكبير هو اللي يعرف يكسب المباريات دي. دايما ان انت تكسب المباريات حتى لو ادائك مش 10 على 10 ولكن تحصل على 3 نقاط، ده الفريق الكبير. بصراحه هو ده، دي ميزه النادي الاهلي، وبيفكرني بالموسم اللي هو كان من موسمين مع كابتن حسام البدري، كان نفس النتيجه بالظبط، وليد سليمان مع الاهلي في مباراه الاهلي والاسماعيلي خلص في الدقيقه 91 بدماغه برضه، بنفس الستار على نفس الفكره بالظبط. النهارده يمكن اللي تحيه كبيره برضه زي ما اتكلمنا على ده للنادي الاسماعيلي، النهارده اليو ديونج، اليو ديونج قدم مباراه يعني مكسب المباراه الاول. اليو ديونج يمكن كان بيلعب لوحده في وسط الملعب، والاثنين اللي قدامه حسين الشحات وقفشه نوعا ما الادوار الدفاعيه بتاعتهم ما كانتش قويه قوي. اليو ديونج ده كساحه الغام في وسط الملعب، ومكسب كبير جدا النهارده في مباراه كبيره زي قدام النادي الاسماعيلي، بتكسب لعيب زي اليو ديونج، لعيب صغير في السن، لعيب بصراحه اكتر. النهارده اليو ديونج عمل رقم اول مره يحصل للنادي الاهلي، عمل كام؟ قطع الكره 30 مره، عمرها ما حصلت ان لعيب من اول الموسم، مش من الموسم اللي فات، من اول الموسم ان لعيب يقطع الكوره 30 مره في ماتش واحد. لعب بالدقيقه النهارده 90 دقيقه، اكتر لاعب قطع للكرات 30 مره، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه، هو اللي كان بيلعب لوحده اصلا في وسط الملعب، يعتبر من ناحيه القدرات الدفاعيه هو اللي بيجيب لك الكره الثانيه دايما، 23 مره استعاد الكره الثانيه. المراوغات الناجحه بتاعته 2، صنع فرص 1، محاولات على المرمى 1، كمان بالنسبه للتمريرات هو تاني اكتر لاعب قام بتمريرات 49 تمريره، نسبه دقه التمريرات 92%. ارتكب اخطاء، يمكن اليو ديونج ارتكب 4 اخطاء. يمكن ديونج جاي مكسب كبير، محتاج بس ان هو يقلل الاخطاء شويه، ارتكاب 4 اخطاء نسبه كبيره. تاني حاجه ان هو ممكن يزود عدد التمريرات الطوليه في الفتره الجايه، ولكن مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. بتتكلم في لعيب قطع الكره 30 مره، استعاد الكره الثانيه 23 مره، مكسب كبير ووحش في وسط الملعب للنادي الاهلي، وهيفيدنا بشكل كبير جدا في المباريات الافريقيه لما كمان يرجع لك عمرو السوليه مع وجود حسام عاشور، ان شاء الله مع عوده حمدي فتحي، هتبقى مكسب كبير جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي. يمكن رقم 2 وليد سليمان، وليد سليمان النهارده رابع بديل بيسجل مع النادي الاهلي مع فايلر من بدايه الدوري، يعني التغييرات رابع بديل بيسجل، رابع مره تحصل. وليد سليمان هو هداف النادي الاهلي في الدوري برصيد 5 اهداف حتى الان، هداف الهداف نسميه الهداف، وهو هداف القايمة الحالية في النادي الأهلي في جميع البطولات. وليد سليمان وصل لرقم 54 هدف مع النادي الأهلي في 232 مشاركة، 232 مشاركة مسجل 54 هدف، ونقدر نسميه الموسم ده وليد سليمان الهداف. عايزين نسميه البديل السوبر ماشي، عايزين نسميه الهداف ماشي، لأنه هو النهاردة هداف النادي الأهلي برصيد 5 أهداف. رقم 3 محمد الشناوي، هناك حراس مرمى وهناك محمد الشناوي في مصر حاليا، فرق كبير واضح جدا الفرق ما بين الحراس، ما بين الحراس في الدوري، وان اللي حاطط النادي الاهلي برضه انه يبقى عنده حارس مرمى كبير بيصنع الفارق، ثبات انفعالي رهيب جدا، هدوء، اتزان، بسم الله ما شاء الله، كمان اتطور في خروج من المرمى بشكل صحيح بشكل مميز جدا، شايفين سرعه رد الفعل بالايد العكسيه في كره زي دي، كالعاده بالحارس الكبير هو اللي بيحول لك النتيجه من 1-0 ل1-0 زي ما حصلت قبل كده في المباراة اللي فاتت قدام حرس الحدود،
نفس الكلام قدام وادي دجله مش حرس الحدود برضو كان انقذ انفراد، النهارده بينقذ زي ما احنا شايفين بالايد العكسيه، حاجه يعني بصراحه روعه روعه من محمد الشناوي. ارقامه لو استعرضناها ده الكلين شيت رقم 6 لمحمد الشناوي، الكلين شيت رقم 4 على التوالي قدامنا على الشاشه اهو، انقذ اهداف محققه 1، تصدى صحيح للتسديدات 3، خروج صحيح على العرضيات 1، خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 2، تمريرات طوليه 10، الكلين شيت في الدوري رقم 6 والرابع على التوالي. على فكره لو لاحظنا التمريرات الطوليه بتاعت محمد الشناوي النهارده كتير 10 اكتر من الماتشات اللي فاتت، ليه؟ أيوه. لان احنا كنا في الشوط الاول تحديدا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا رد الفعل، لكن الشوط الثاني لما بدانا الفعل قلت شويه التمريرات الطوليه بتاعت محمد الشناوي، عكس المباريات اللي فاتت كنا بنحضر تمريرات قصيره، كنا احنا دايما اللي بنفرض اسلوب لعبنا. محمد مجدي قفشه النهارده ودوره في وسط الملعب بالارقام. محمد مجدي قفشه النهارده دوره دايما مميز في عمليه الاستحواذ، بيديك دايما الاستحواذ في وسط الملعب، بيديك التمريرات الطوليه. محمد الشناوي النهارده اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه للامام. محمد الشناوي محمد مجدي قفشه سوري عامل 13 تمريره طوليه، يعني طبعا بعد 13 تمريره طوليه منهم 8 تمرير طولي صح، وقطع الكوره 6 مرات، ده محمد مجدي قفشه. وهو اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه كلها، اكتر لاعب عامل تمريرات، اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه. اذا محمد مجدي قفشه مسته في الاستحواذ، دايما بيديك الاستحواذ في وسط الملعب. زي ما اتكلمنا على اليو ديانج في القدرات الدفاعيه واستعاده الكره الثانيه وقطع الكرات، بنتكلم على دور محمد مجدي قفشه ان هو بيديك الاستحواذ، بيديك التمريرات الكتيره، بيديك التمريرات الطوليه. مميز جدا برضو محمد مجدي قفشه. ما ننساش دور محمد هاني، محمد هاني هو الجندي المجهول في المباراه النهارده. ليه؟ النهارده احمد الشيخ نوعا ما في الدور الدفاعي ما كانش يعني ايه بيرجع يسانده، ولكن لو بصينا على ارقام محمد هاني هنلاقي ان هو تاني اكتر لاعب في المباراه استخلاصا للكوره 19 مره، يمكن رقم واحد اليو ديانج 30 مره، ايوه رقم اثنين محمد هاني 19 مره، ده يعني في الدور الدفاعي هو استخلص الكوره 19 مره، ده تاني اكتر واحد، وكمان على مستوى العرضيات هو يعتبر تاني اكتر لاعب عامل كرات عرضيه بعد علي معلول، علي معلول عامل 10، محمد هاني عامل 8 منهم 2 صح الهدف. وصنع هدف، فكل الحاجات دي بالارقام بتعلي تقييم محمد هاني. اذا من هو نجم المباراه في هذه المباراه؟ اليو ديانج طبعا. اليو ديانج؟ اليو ديانج رقم واحد، يليه طبعا وليد سليمان، يليه محمد الشناوي، يليه محمد هاني. وليد سليمان رغم ان هو لعب حوالي اقل من نص ساعه بس نزل قلب المباراه. تغييره ممكن لعيب ينزل يقلب المباراه، يستحق تقييم عالي طبعا مع محمد الشناوي ومحمد هاني. عموما اليو ديانج يستحق بالفعل ان يكون نسر النادي الاهلي في مباراه اليوم يا دكتور احمد. ان شاء الله نشوفه بقى افضل كمان في الماتشات القادمه باذن الله، نقدر نستفاد منه اكتر كمان مع عوده عمرو السوليه، الاثنين لو لعبوا جنب بعض وقدامهم كمان محمد مجدي قفشه لو رحلته ان شاء الله في افريقيا يعني تحديدا كمان، هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد الفاصل هتكلم بقى مع كابتن ايمن دجيش، ما اعرفش الحقيقه هيقول لي ايه في ضربه او ركله الجزاء اللي انا بقول ان هي ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. هنتكلم مع كابتن ايمن دجيش ولكن بعد هذا الفاصل. كابتن ايمن دجيش هنشوف هيقول لنا ايه عن الحالات التحكيميه لهذه المباراه. كابتن ايمن ازي حضرتك؟ ازي كابتن اسلام؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن اسلام. نبدا؟ نبدا باذن الله. طبعا يعني قبل ما ابدا اعرض الحالات، احنا اتكلمنا قبل بدايه المباراه قلنا كابتن اسلام ان 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 المباراه الحكم ممكن يحسب نص الملعب فاولات، قلنا دايما كلام متفقين ان اهم حاجه بالنسبه للحكم هي منطقه الجزاء، الاختبارات اللي بتجيلك في منطقه الجزاء والالعاب المهمه كمان اللي هي قريبه من منطقه الجزاء. فاحنا هنمشي مع بعض كابتن اسلام بالحالات كده ونشوف ايه اللي عندنا يعني. يلا بينا. يعني نمشي اول حاله. خلينا نروح لاول حاله سريعه على طول في هذه المباراه. لو جاهز اتفضل. اتفضل يا كابتن ايمن. ماشي. طبعا هنا هو هنا ادى اتاحه فرصه، مفيش اتاحه فرصه طبعا، كملت اللعبه. مش نرجع تاني اللعبه، نرجع تاني مع بعض عند الخطا. هنا في خطا طبعا، ده كان في الدقيقه 10، في خطا هنا دفع، المفروض هنا كان اتحسب الخطا. مفيش عندي مفيش اي مجال هنا، في اثنين لعيبه من الاسماعيلي، في لعيب كان المفروض هنا الخطا يتحسب، لكن هو سمح هنا باستمرار اللعب، في خطا اهي سمح باستمرار اللعب ومفيش اتاحه فرصه في اللعبه يعني. فكان المفروض هنا يصفر، لان اللعبه زي ما ماشيين مشيت مفيهاش اتاحه، مفيش هجمه، فكان المفروض هنا يصفر الخطا دون. تمام. هنروح للعبه الثانيه.
هنروح للعبه الثانيه. ده تسلل هو طبعا. هنا الوقت كل ده مستمر، احنا ما سمعناش حاجه، اللعبه راحت للجون. طبعا هنا المساعد هاني خيري رفع، وهو طبعا صفر متاخر يعني. يعني المفروض ان انت مثلا عينك تبقى مع كابتن محمود. صفر متاخر، صفر متاخر يعني. انا كنت اتمنى حتى لو هو بص متاخر خلاص الكره رجعت للجون، نمشي نرجع اللعبه ثانيه العاديه، نرجع اللعبه العاديه خلاص. هنا لغايه هنا هنمشي مع بعض، نمشي خلاص. هنا المساعد رفع، ماشي اوكي، ماشي. ايه اللي حصل هنا؟ نمشي مع بعض. هنا مفيش صفاره طلعت، ماشي كمل اللعبه، كمل اللعبه لغايه لما اللعيب يوصل، كمل اللعبه خلاص. خلاص الكره رجعت للجون خلاص بقى، ماشي ماشي خلاص. طالما ما صفرتش الكره رجعت للجون، ماشي اللعبه خلاص يعني. مفيش مشكله يعني، ما نعطلش اللعبه احنا كحكام يعني. بالظبط يعني. نمشي اللعبه الثانيه. هنا طبعا التسلل ما اختبروش كتير من برافو. هنا سمير جمال طبعا رفع، الناس طبعا خد بالها رفع متاخر سمير، هنعرف ليه دلوقتي. ما كانش عندهم بصراحه اختبارات كتير المساعدين في المباراه، كان محمود البنا عنده الالعاب الاكثر النهارده في المباراه. هنمشي هنا، وقف لي ساعه اكلوك الكره. عندنا هنا لعيب متسلل كابتن اسلام، وعندنا اللعيب الناحيه الثانيه سليم. امشي باللعبه. هنا سمير استنى، هنا التاخير هنا جه ان سمير هنا استنى عايز يشوف مين يكون اللاعب الثاني. لان هو لغايه دلوقتي، ممكن الثاني يقف، ده ممكن يقف، ده لو وقف يا كابتن اسلام الثاني يروح. يعني طب كان يروح على طول لو ده وقف وعارف انه هنا مفيش تاخير. مفيش تاخير، هو هنا استنى سمير. لان خد بالك يا كابتن اسلام، اللاعب اللي جري ده لو وقف والثاني كمل اللعبه تبقى سليمه. هنروح هنا اللعبه دي من اولها. هني دي اللعبه دي اللي صابه بتاعت مجدي. هنرجع تاني للعبة دي من الأول يا جماعة كده. هتبان في الإعادة. بالظبط كده. هتبان في الإعادة أوضح يعني. هي الإعادة بتاعتها. بس أقف لي هنا، أقف لي هنا. أقف هنا، بص هنا في مسكة من اللاعب الإسماعيلي، أنا هنا أصفر عشان أمنع في مسكة أهو، في مسك. أصفر لعبة في نص الملعب، أصفر يعني. أخلص. هنا عمل إيه قفشة؟ قفشة عايز النهاردة يفك إيده، فبيبعد إيده. حصل بينهم احتكاك هما الاثنين. أنا من البداية أصفر فاول وأريح، محدش يتعور، واللعبة في نص الملعب، وفي مسك من اللاعب الإسماعيلي. اصفر على طول يعني، ما هي دي ما فيهاش ان انا اسمع باستمرار اللعب، لان في ماسك في الزراعة هو كابتن اسلام. قدامنا حصل ان اللعيبه الاثنين اتصابوا، او بحيث ان قفشه بيسيب نفسه، فحصل اصطدام بينهم هما الاثنين. نروح للعبه اللي بعديها. هنرجع بقى، هنيجي بقى هنا لمعايير لمسات اليد. هنا طبعا معلول اهو، ارجع لي في اللعبه ثاني. هو هنا بيستلم برجله، بيستلم ايده طلعت، ماشي ايده طلعت. هنقول ان هو ايده طلعت في وضع غير طبيعي. الكره طلعت، حسبت هاند بول. اوكي ده كويس ان انت جبت لنا اللعبه دي. ماشي، ما انا بقول انت حسبت هنا معيار بقى، معيار احتساب اهو. انت حسبت اهو مع ايده، مع ان ده وضع لعب طبيعي يعني، وضع حسبت هنا خلاص. ماشي اوكي، معاك، همشي معاك. هنيجي بقى للعبه الاهم في المباراه، واللي هي الحدث بتاعت المباراه. ارجع لي بقى، ارجع لي تاني من اول اللعبه. نرجع تاني يا جماعه من اول الكوره. بس اوفلين 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 كابتن بعد اذنك، انا مش فارق معايا اول اللعبه وايه اللي حصل. ما انا عايز اقول حاجه كابتن اسلام، انا هحكي معاك في اللعبه كويس قوي. انا هنا الكورنر محمود البنا فين؟ تمام مظبوط، واقف. خلينا بقى هنرجع بعد اللعبه لما تحصل نشوف محمود البنا بقى فين. امشي باللعبه. هنا اللعيب بيطلع، ايده بتطلع وكوعه خارج مكبر. كابتن ايمن، ركله جزاء ولا مش ركله؟ طبعا ركله جزاء. ركله جزاء صحيح يا كابتن اسلام. هنرجع بقى من قريب. انا بنقول ايه بقى يا كابتن؟ ايه السبب؟ السبب ايه يا كابتن؟ هو ما شافش حاجه خالص. اذا هي ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. ايه سببها؟ لم يتم احتسابها. معلش يا كابتن، ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي في الدقيقه 39 لم يتم احتسابها امام حضرتك. كملوا كده يا جماعه اللعبه لو سمحتوا. نمشي، كمل اللعبه. بس تمام. ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي لم يتم احتسابها في الدقيقه 39 من الشوط الاول. ايه سببها بقى يا كابتن؟ سبب لو جينا بقى فتحنا بقى، اهمال من الحكم. ان هو المفروض بعد ما كنا نتلعب واللعبه راحت ناحيه ثانيه، المفروض ان انت تجري سريع وتفتح زاويه رؤيه. هو ما شافش اي حاجه من اللعبه دي. هو ما شافش اي حاجه يعني. بص كده، لما خلينا بقى فاتحينه، ممكن لما تحس خلينا فاتحين، بس خلينا فاتحين. بص ما ظهرش في مكان. اقف، بص بقى هو عمل ايه. ورجع خد خطوتين لورا. لورا هو انا المفروض اجي فين يا كابتن اسلام؟ امشي هنا جري سريعا. هو ما شافش اي حاجه من اللي حصل ده، وده يعتبر اهمال من البنا في اللعبه ديت. ده اللي مخلاش ما شافش حاجه، لكن هي ركله جزاء صحيحه. لان حتى اللاعب طلع كابتن اسلام ايه؟ اذا ركله جزاء صحيحه. ليه بقى؟ لان هو انا متاكد البنا لو في اللعبه دي جه وشاف هيشوف، لان اللاعب ركله جزاء. اللاعب هنا بيعمل ايه؟ اللاعب هنا طلع ايده وعامل حائط صد. زي الكره الطايره كده يا كابتن اسلام. يعني طلع بايده وايده بره. اصل بص دي يا كابتن، هي دي انا عملتها مقارنه ما بين دي وما بين دي. بالظبط. نيجي بقى لعبه تهاني. طبعا ركله جزاء صحيحه 100% يعني، وسببها عدم تمركز الحكم الصحيح. تمام. نيجي بقى للعبة تاني. او لا، ده لعب عادي يعني. ديت انا شايف ان هي لعب ايده جنبه. ايده جنبه. ده لعب عادي. ما احنا بنقول ايه، المعايير لمسات اليد كان النهارده
في اختلال في المعايير، المعيار مش واحد بالظبط كده، المعيار في لمسات اليد ما كانش واحد، وهو ده دايما اللي احنا عايزينه، تطبيق نفس المعايير على الفرقتين بالزبط. على الفرقتين بالزبط. على فكره او على فرق الدوري كلها بالظبط. بس احنا قلنا الاولانيه كان بسبب الاهمال، هو ما راحش ما شافش حاجه، هو فضل في مكانه، الركنيه اتعملت، واذا كان قال لك ورجع لورا في الكره دي زي قال لك المسافه، المسافه هنا اقل من لا المسافه اتلغت يا كابتن اسلام من لمسات اليد يعني. هي اتلغت، لكن احنا لو مشيت ان انت دي في اللعب ايده ممكن تبقى طبيعيه، انت حسبت طب الثانيه ما حسبتش ليه بالظبط؟ لان انت ما جيتش، انت رجعت لورا ما روحتش عند، المفروض تجري سبرنت لان انت ما شفتش اي حاجه ما شفتش اي حاجه. وقلنا حاجه يا كابتن اسلام، نقف بس دقيقه واحده يا جماعه، دقيقه واحده، قلنا ان 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 اهم حاجه الحكم احسب في نص الملعب وكل الكلام ده يا كابتن اسلام، انما اهم حاجه اختبارات رسميه منطقه الجزاء يعني. اختبارات منطقه الجزاء هي اللي بتظهر فيها قدرات الحكم يعني. تمام، هنروح بقى اللعبه دي. طبعا هو هنا اتعامل بلعبه هجمه، وتعامل مع الاثنين ما اداش حاجه يعني، تعامل مع الامور بهدوء، البنا خلص بين وليد ولاعب الاسماعيلي، كانت هجمه ما فيهاش اي حاجه يعني، حصل حاجه يعني اختلاف بين وليد واللاعب وجابهم الاثنين وانتهى الموضوع يعني. اخر لعبه معانا نرجع بقى اللعبه دي، اللعبه دي مهمه جدا يا جماعه، اللعبه دي مهمه جدا. امشي امشي معايا، امشي اوه بس اوف، هنا في ايه؟ في خطا، خطا فين بقى مكان الخطا ده؟ فين الخطا ده؟ على الكوز بتاع الدايره. اللعبه دي طبعا في كره القدم من اخطا يعني الالعاب دي، بنسبه 70 80% بتبقى هدف. اللعبه دي مفيش قطعه فرصه، انت فين قطعه الفرصه عندك؟ اهو نكمل اللعبه، نمشي نكمل اللعبه، فين حصل ايه هنا؟ هنا النهارده انت كنت تصفر، انت حبيت تتيح، بس هي اصلا مفيش اتاحه، لان مفيش فرصه هجمه هتعمل هجمه الهدف. لما تحسب ركله حره للفرقه في الحته دي، نرجع تاني نشوف الخطا يا جماعه، نرجع نشوف الخطا. خلاص هنا وقف لي كده عند الخطا برده عشان بس وقف عند، بص خلاص خطا هنا في الحته دي ايه؟ قدام عينين الكابتن بنسبه 70 80% هدف. انا وانت قدامك اهو، احسب هنا، لان ما عندكش اتاحه فرصه، مفيش لعيب رايح يجيب جون، مفيش، المفروض كان اللعبه دي تحسب. اللعبه دي مهمه جدا ان انت كنت تحسبها محمود يعني. تمام، اذا دي كانت اخر لعبه معانا كابتن ايمن. اذا ركله جزاء صحيحه لم يتم احتسابها للنادي الاهلي في الدقيقه 39 من عمر الشوط الاول بسبب ايه السبب؟ بسبب الاهمال، اهمال من الحكم بعدم التمركز الصحيح، بعدم التمركز الصحيح. على الرغم انا شخصيا بحب كابتن محمود البنا جدا على المستوى الشخصي المحترم، كمل فنياتهم كويسه، لكن احنا بنحلل المباراه كابتن اسلام، بنحلل المباراه معينه. انت ممكن تبقى طب في مباراه، ممكن في مباراه ثانيه يبقى عندك اخطاء. الثبات في التحكيم مش ان انت مستواك كويس، مش شرط ان انت اقول عليك كويس على طول، انت ممكن يبقى في مباراه عندك اخطاء، بنقول اخطائك اللي كانت عندك وانت بتتعلم منها، بتشوف ما حسبتش ليه. فهي دي القصه كابتن اسلام يعني، انت مش شرط ان انت كويس هتفضل كويس على طول. لا، كويس دي في نفس المباراه كابتن، في المباراه اللي هتلعبها ممكن ابقى كويس الماتش ده، المباراه الجايه ما بقاش كويس، هو التحكيم كده كابتن اسلام. عموما نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم، وبشكرك جدا يا كابتن ايمن على ان احنا ما اختلفناش الحمد لله. لا ما اختلفناش، هي كانت ركله جزاء صحيحه، وبالتالي هي ركله جزاء لم يتم احتسابها بالظبط. شكرا جزيلا لكابتن ايمن، شكرا، شرفت ونورت، ربنا يخليك. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كل ما نطلبه خلال الفتره القادمه هو العداله التحكيميه لكل الفرق. طبعا النادي الاهلي يتمنى ان يكون هناك عداله تحكيميه، ونفس المعيار يتم تطبيقه على كل الفرق بنفس الشكل. ركله جزاء للنادي الاهلي، احسب ركله جزاء للنادي الاهلي، ضد النادي الاهلي احسب ضد النادي الاهلي، ما عندناش اي مشكله، ولكن ركله جزاء كان من الممكن ان تغير شكل المباراه تماما. واستطيع النادي، كان ممكن جدا، احنا النادي الاهلي كسب وكسب 3 نقاط، ولكن كان من الممكن ان يكون هناك شكل مختلف ونتيجه مختلفه واداء مختلف للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. 3 نقاط هامه جدا اضافها النادي الاهلي الى رصيده، ليصبح دائما خلال الثمان او التسع اسابيع السابقه في صداره جدول الدوري العام المصري. اشكركم، ان شاء الله هنلتقي مع حضراتكم يوم السبت عندي حلقه هامه جدا في برنامج سهره معه، هيكون معايا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين والمدير الفني لحراس المرمى، سواء في النادي الاهلي لفترات طويله جدا او حتى لمنتخبنا الوطني، النجم الكبير كابتن احمد ناجي هيكون معايا ان شاء الله يوم السبت في حلقه ان شاء الله تكون ممتعه لكل جمهور النادي الاهلي. بعد قليل هيكون مع حضراتكم ان شاء الله برنامج ملك وكتابه مع النجمين عدلي القيعي وابراهيم المناسي. بشكركم، وان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم السبت في برنامج سهره مع كابتن احمد ناجي.